بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين وسائر الحوائل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقول المصنف: باب مسح الخفين وسائر الحوائل. أورد هذا الباب بعد ذكره صفة الوضوء، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المسح على الخفين والحوائل هو من باب البدل، أي من باب بدل غسل عضو أو مسح عضو من أعضاء الوضوء. وكونه بدلا يترتب عليه بعض الآثار، إذ البدل لا بدل له في الغالب، ولذلك سيأتينا إن شاء الله مسألة العجز بدل البدل، ستأتينا إن شاء الله محلها بعد قليل. وقول المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. ذكر الخفين ابتداء لأنها هي التي ورد بها الحديث، وهي الصورة المتفق عليها من المسح على الحوائل التي لم ينازع فيها أحد، حكى الاتفاق عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وقد قال أحمد: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين، فيه 70 حديثا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان العلماء يجعلون هذا الفرع، أعني مشروعية المسح على الخفين، يذكرونه في كتب العقائد، يقولون لأنه لم يخالف في المسح على الخفين إلا أهل البدع، حيث لم يعملوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت عنه. وقوله وسائر الحوائل، قوله سائر هذه من الكلمات التي يستخدمها الفقهاء استخداما يخالف استخدام أغلب اللغويين، إذ الفقهاء إذا أطلقوا كلمة سائر فيقصدون به الباقي، وأما اللغويون فإنهم إذا أطلقوا السائر فإنهم يقصدون به الجميع، هذا الفرق بينهما. واختار بعض اللغويين مثل الجواليقي وابن بري في حواشيه أن ما يستخدمه الفقهاء جائز وليس ممنوعا، هو من باب الجائز وليس من باب الممنوع، مع أن ابن بري له كتاب غير الحواشي سماه إصلاح غلط الضعفاء من الفقهاء، فنبه على خطأهم في اللغة. وقد جرت العادة أن من تصدر لشيء فإنه يدخل فيه ما قاربه، فيتساهل في ذكر بعض الأشياء التي ليست بخطأ فيعدها خطأ. ومع ذلك ابن بري صحح هذه المسألة في حواشيه، وحواشيه أحد الكتب الأربعة والستة التي لخصها ابن منظور في كتابه لسان العرب كما تعلمون. وقول المصنف وسائر الحوائل، المراد الحوائل التي يجوز المسح عليها مما استوفت الشروط التي سيأتي ذكرها. والحوائل الباقية غير الخفين هي 4 أشياء: أولها ما يلحق بالخفين كالجوربين ونحوها مما سيأتي ذكره، والثاني هو العمامة، والثالث هو الخمار، والرابع هو الجبيرة. إذن هي 4 أشياء ملحقة أو تأخذ حكم الحوائل، وهي مختلفة عن الخف كما سيأتي. نعم. وهو رخصة وأفضل من الغسل. نعم. قوله وهو رخصة، الضمير في قوله وهو رخصة عائد إلى بعض الحوائل لا إلى جميعها، فإنه عائد لجميع الحوائل إلا الجبيرة، فإن المسح على الجبيرة ليس رخصة وإنما هو عزيمة. وقول المصنف رحمه الله تعالى وهو رخصة، إذا أطلقت الرخصة فمراد العلماء ما يقابل العزيمة، وهو ما ثبت على خلاف دليل لمعارض الراجح، لأن الرخصة كما مر معنا في درس الأصول تطلق على أكثر من إطلاق، فإطلاق ينهى عن تتبعه، وإطلاق يستحب الإتيان به، وهي الرخصة التي هنا، وهو ما ورد على أو ما ثبت على خلاف دليل لمعارض الراجح. وعندما نقول إن المسح على الخفين ونحوه رخصة، ما الذي يترتب على ذلك؟ ذكر الشيخ محمد بن مفلح أنه يترتب على ذلك أثرا. الأثر الأول أنه يترتب على ذلك أن الرخص لا تستباح عند فعل المحرم، فمن سافر سفرا محرما أي بسبب محرم فإنه لا يترخص بالمسح على الخفين، وهذا صحيح. والأمر الثاني الذي ذكره قال وتعيين المسح لا لبسه، وتعيين المسح لا لبسه، بين ابن قندس معنى مراد المصنف، قال الظاهر أن مراد المصنف يعني به بن مفلح، الظاهر أن مراده أن الذي يجب على لابس الخف هو المسح إذا قلنا إنه عزيمة، وأما إذا قلنا إن المسح على الخف رخصة فيكون المتعين عليه إما المسح أو الغسل. وهذا التفسير الذي فسره به ابن قندس، لكن بعض المتأخرين نظر في كلام الشيخ شمس الدين بن مفلح في هذه المسألة.
بقي عندي في قضية الرخصة مسألة واحدة، أن قوله وهي رخصة في المسعى الخفين والعمامة والخمار استثنى بعض المتأخرين وهو الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة. أحمد بن يحيى بن عطوة استثنى بعض الصور يكون فيها المسح على الخفين ونحوها يكون من باب العزيمة لا من باب الرخصة، وذلك فيما لو ضاق الوقت جدا، بحيث أنه لا يمكنه أن يتوضأ إلا وقد مسح على خفيه ولا ينزع خفيه فيغسل رجليه. وذكر صورا أخرى، وهذا الكلام الذي ذكره هو مقتضى المذهب، ولذلك جاء بعض المتأخرين وهو الشيخ محمد بن فيروز في حاشيته على الروض وبين أن مقتضى المذهب يوافق قول الشافعية في صور متعددة، حينما يكون في غسل الرجل تأخير للصلاة عن وقتها أو فوات لأمر لازم، مثل من لم يدرك الوقوف بعرفة إلا إذا مسح على خفه، وأما إذا نزل وغسل رجله فإنه يفوته الوقوف بعرفة أو يفوته المبيت بمزدلفة أو نحو ذلك، فحينئذ نقول إن مسح الخف حينئذ يكون عزيمة لا رخصة. وذكر صورا أخرى نقلها عن متأخر الشافعية وهو شارح الكتاب الإمداد، ثم قال إن المذهب لا يخالفها بناء على ما قرره الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة. والشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة كان عصري المؤلف، بل إن ظاهر كلام المصنف عن الشيخ موسى الحجاوي في بعض رسائله أن الشيخ أحمد بن يحيى بن عطوة كان شيخا له، كان شيخا له، لأن الحجاوي حاكم بين قول شيخه الشويكي وابن عطوة، وكلاهما كان عنده في دمشق، فظاهر كلامه أن ابن عطوة كان شيخا للحجاوي، هذا ظاهر كلامه، وإن لم يصرح المترجمون أنه شيخ له. والشيخ أحمد بن عطوة مولود هنا في شمال الرياض في العيينة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الشام. نعم. وأفضل من الغسل. نعم، قوله أفضل من الغسل أي أن المسح على الخف أفضل من الغسل، وأما العزيمة فسبق معنا أنه ليس داخلا فيها. نعم، وسيأتي تفصيل في كونه أفضل من الغسل ما هو قيده. نعم. ويرفع الحدث نصا. وقوله يرفع الحدث نصا، يرفع الحدث عن ماذا؟ يرفع الحدث عما تحته من العضو المستور بالحائل، فإنه يرفع حدثه ولا يكون مبيحا، إذ تارة يكون الفعل مبيحا وتارة يكون رافعا للحدث، وهذا رافع للحدث فيترتب عليه جميع الأحكام المتعلقة برفع الحدث. وقول المصنف نصا، الظاهر بصنيع المصنف وصنيع صاحب الإنصاف أن النص يعود لآخر مذكوره ورفع الحدث، ولا أظن ذلك كذلك، فإن الذي في المغني ومن تبع المغني كالشرح وغيره أن قوله نصا يعود للمسألة الأولى، وهو أنه أفضل من الغسل. وقد نقل إسحاق بن منصور كوسج في مسائله أنه سأل الإمام أحمد هل المسح أفضل أم الغسل، فقال الإمام أحمد المسح الاتباع، وإذا كان الرجل يدع المسح على الخف رغبة عنه فإن هذا رجل يخالف. فالنص من أحمد والله أعلم إنما هو على الأول، وإن كان ظاهر كلام المصنف وقبله صاحب الإنصاف على أن النص يعود لرفع الحدث، ولم أقف على النص الصريح على أن قول أحمد أنه يرفع الحدث. نعم. إلا أنه لا يستحب له أن يلبس ليمسح كالسفر ليترخص. قوله إلا أنه، هذا استثناء من أفضلية المسح على الخف، إلا أنه لا يستحب له أي للشخص المسلم الذي تحضره الصلاة أن يلبس، أي يلبس الحائل سواء كان خفا أو جوربا أو غير ذلك من الحوائل كالعمامة والخمار، ليمسح أي ليمسح عليه. وهذا الاستثناء لأهل العلم في طريقة طرحه طريقتان، إما أن يقولوا المسح أفضل إلا في هذه الصورة، وإما أن يقولوا إن الأفضل في حقه عدم مخالفة ضد حاله، فإن كان لابسا الخف الأفضل المسح، وإن كان ليس لابسا الخف فإنه لا يستحب أن يلبس الخف ليمسح عليه. فالعبارتان في الغالب في الظاهر أنهما واحدة ولا تناقض بينهما. وقول المصنف كالسفر ليترخص، الكاف هنا كاف التعليل وليست كاف التشبيه، لأنه سيأتي تفصيل أحكام السفر الذي يترخص فيه والذي لا يترخص فيه. وقبل أن أذكر هذه الجملة وما فيها من إشكال، أن الذي يسافر سفر معصية
عفوا أن الذي يسافر سافر ليترخص، يعني سافر ليفطر أو سافر ليفعل بعض المفطرات مثل الوقاع وغيره. فالعلماء يقولون من سافر ليفطر فإنه لا يجوز له أن يترخص، لأن غرضه من السفر إنما هو الوصول للرخصة وليس غرضه السفر في ذاته. إذن هذا الحكم وسيأتينا إن شاء الله في محله مد الله في العمر. ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال أن من سافر ليترخص لا يجوز له الترخص، بينما من لبس الخفة ليترخص جاز له، لكنه خلاف الأولى ولا يستحب. واضح الفرق؟ وبناء على ذلك فإننا نقول إن التشبيه هنا تشبيه في عدم الاستحباب لا في مطلق التشبيه، فهو تشبيه في أن الحكمين كلاهما لا يستحب، لا أن الحكم الأول يأخذ حكم الحكم الثاني في كونه لا يجوز له الترخص، وهذا يورده العلماء أحيانا في بعض استدلالاتهم. ويكره لبسه مع مدافعة أحد الأخبثين. نعم، قوله ويكره أي ويكره لبسه الخفين مع مدافعة أحد الأخبثين وهما البول والغائط. وقد نص على ذلك الإمام أحمد حينما نقل له الأثر عن إبراهيم النخعي أنه كان إذا أراد أن يبول لبس خفه، فقال أحمد إنه يكره ذلك لكي لا يتعجل بوله، لكي يعني لا يؤذيه بوله. فتعليل الإمام أحمد في النص المنقول عنه، وهذا مهم لنا، أنه علله لكي لا يكون ذلك سببا لاحتباس بوله، لا يكون سببا لاحتباس بوله فيتأذى. هذا هو ظاهر وصريح تعليل الإمام أحمد، بينما الذي علل به الفقهاء المتأخرون وأولهم ابن أبي عمر الشارح صاحب الشرح الكبير على المقنع، فإنه علل بعلة أن الصلاة مكروهة حين ذاك. انظر معي تعليله، قال لأن الصلاة مكروهة حين ذاك، فإذا كرهت الصلاة حال مدافعة الأخبثين فالصلاة بالطهارة في تلك الحال تكون مكروهة، فقال فكذلك اللباس الذي يراد للصلاة فإنه يكون مكروها. هذا تعليله. ولذلك لما أورد هذا التعليل فيه أمران ينبني عليهما. الأمر الأول أن هذا التعليل فيه ضعف، ولذلك هو أعني صاحب الشرح الكبير قال والأظهر أو قال والأولى نسيت الآن عدم الكراهة، لأن هذه العلة ليست قوية، لكن لو نظر لتعليل أحمد لوجد أن العلة قوية جدا لكي لا يتأذى بحصر بوله أو حصر بوله ومنعه بحصر بوله ومنعه. الأمر الثاني أن تعليل صاحب الشرح، نعم قلنا الأمر الأول أنه نفى الكراهة ووافقه فيما مال إليه البهوتي، مال يعني لم يصرح ولكنه كأنه يميل لموافقة كلام الشارح. الأمر الثاني أن هذا التعليل الذي أورده صاحب الشرح الكبير يقتضي أن كل ما كان يكره معه الصلاة فإنه يكره عنده لبس الخف، مثل الصلاة حال الجوع أو العطش ونحو ذلك، فمثله أيضا يكره لبس الخف عنده، فيكره لحاقن وحازب وغيرها وهو الذي يمتنع من خروج الريح، فكذلك قال يمنع له الخف. وهذا التعليل أو هذا الطرد عفوا هذا الطرد لهذا التعليل مشى عليه بعض المتأخرين وهو الشيخ محمد الخلوتي، فقال إن المثال الذي أورده المصنف أغلبي وليس مثالا حاصرا، بل يلحق به كل ما كان يكره الصلاة عنده فيكره لبس الخف عنده. ولذلك فقط أنا أردت أن نعرف التعليل، فإن معرفة التعليل من الأمور المثمرة جدا في فهم المسألة وعدم الاقتصار عليها. ولذلك الإنسان لابد أن يعرف المعاني هذه مهمة جدا، وهناك كتب أفردت المعاني، وأنا كررت لكم دائما أن من الذين عنوا بالمعاني اثنان من المتوسطين وإلا غيرهم كثير، أولهم ابن المنجى تقي الدين ابن المنجى في الممتع، والثاني البهاء المقدسي، والبهاء المقدسي هو من أقدم تلاميذ الموفق ومن أول من شرح كتبه، فيقول إن أول من شرح كتابه المقنع هو البهاء، ثم جاء بعده ابن أبي عمر الشارح. نعم. ويصح على خف وجرموق. نعم، خف. قوله يصح على خف هذا هو الحائل الأول، ثم شرح بعد ذلك ببيان ما هو الذي نحو الخف،
ما هو الذي في معنى نحو الخف مما يأخذ حكم الخف؟ نعم. وجرموق خف قصير. نعم قال وجرموق خف قصير، فهي من باب البدل، أي أن الخف الجرموق هو الخف القصير، فكأن المصنف يميل، وسبقه أيضا كثير منهم صاحب الإنصاف على أن تعريف الجرموق هو الخف القصير، لأن الخفاف نوعان، إما أن تكون طويلة فتدخل فتأخذ أو فتغطي بعض الساق، وإما أن تكون قصيرة، فالقصير يسمى جرموقا والطويل يسمى خفا، فيكون يعني أحد صور الخف. وقال بعض اللغويين وهو صاحب الصحاح وبعض المعاصرين يقول الصواب الصحاح بفتح الصاد، ولذلك يقول لا تقل لا تكسر الصحاح، لا تكسر الصحاح، وإنما افتحها فاجعلها بالفتح. العموم، وذكر الجوهري في الصحاح أن الجرموق هو الذي يلبس فوق الخف ويكون في البلاد الباردة، فيكون مع الخف ولا يلبس وحده، هكذا ذكر. نعم. وجورب صفيق. نعم من قوله وجورب صفيق، قوله جورب، الجورب استظهر الشيخ تقي الدين ابن النجار في شرحه لكتابه شرح المنتهى أن الجورق اسم لكل ما يلبس على هيئة الخف إذا كان من غير الجلد، فإذا كان من القماش أو القطن أو كان من النايلون مثل كثير من التي نسميها الآن جوارب، فكلها تسمى جوارب، فيكون يصدق على كل ما يلبس على هيئة الخف مما ليس مجلدا، أي ليس من جلد. نعم. من صوف أو غيره. نعم، قوله من صوف أو غيره، هذا يؤيد كلام صاحب المنتهى في شرحه أنه ما لم يكن من جلد فيكون من صوف وغيره. إذن قوله من صوف وغيره تحتمل احتمالين، إما الجار والمجرور المتعلق بالجورب، وإما أن يكون عائدا لكل ما سبق، وظاهر كلام شرح المنتهى أنه عائد للجورب فقط لأنه ليس من الصوف، ويحتمل أنه يكون للجميع، فيكون الخف والجرموق والجورب يجوز المسح عليها سواء كانت من صوف أو من غيره، والأمر فيها سهل وليس يعني صعبا. طبعا قوله صفيق معنى أنه يعني ثقيل وليس شافا، وسيأتينا إن شاء الله في محله. وإن كان غير مجلد أو منعل أو كان من خراق حتى لزمن، ومن له رجل واحدة لم يبقى من فرض الأخرى شيء، ولمستحاضة ونحوها. نعم، قوله مصنف وإن كان غير مجلد، يعني حتى ولو كان غير مجلد، قيل مجلد معناه يعني قالوا إن المجلد هو الذي ليس فيه جلد، يعني ليس فيه جلد لا في أسفله ولا في علوه، بل كله خالص من صوف أو من قطن أو من قماش. قال أو منعل، هكذا موجود في كتب الفقه منعل، واعترض عليهم بعض اللغويين فيقولون إن الصواب أن يقال منعول لأنه من الثلاثي، فناسب أن يكون منعول وليس منعل، والأمر سهل. قال أو كان من خراق، بمعنى أنها خرق ملفوفة على قدمه، وقد كان يعني إلى عشرات السنين القريبة كان عندنا كثير من الناس يمشي في البر ويلف على أقدامه خراقا ولا يلبس خفا، وسبب ذلك حاجة الناس وفقرهم، فليس كل أحد كان يجد خفا أو حذاء أو نعلا، فكانت من ألبسة العرب أن تلف الخرق على القدم، وهذا موجود إلى عهد يعني من عشرات السنين من قبل، لكنه يعرفه بعض كبار السن. نعم. قال حتى لزمن، أي يجوز حتى ولو كان الذي لبس الخف زمنا، أي لا يستطيع الحركة، فليس من لازم لبس الخف أن يكون بفعله متحركا. قال ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض الأخرى شيء، أي ويجوز المسح على الخف ولو لم يلبس إلا خفا واحدا إذا كانت ليس له إلا رجل واحدة، ولم يبقى من فرض الأخرى شيء. قوله لم يبقى من فرض الأخرى يشمل الأمرين ذكرناهما في الدرس الماضي، لم يبقى من الرجل الأخرى الأصلية التي يجب غسلها، ولا التبعية، وعرفنا معنى التبعي هو المفصل الذي يكون عند الكعب، فإن المفصل إذا كان القطع من المفصل لنفسه فإنه يجب غسله تبعا، ومراد المصنف إذا لم يبقى من محل الفرض الأصلي أو محل الفرض التبعي الذي سبق ذكره في الدرس الماضي. هنا هذه الجملة الأخيرة لها مفهوم، وهذا المفهوم مستقر وواضح، لكن من المهم بيان هذا المفهوم لأن له دلالة. قول المصنف ومن له رجل واحدة لم يبقى من فرض الأخرى شيء، أي يصح مسح حينئذ. مفهوم هذه الجملة أن من كانت له رجلان
فلا يجوز له المسح على الخف إذا لبس الخف على إحدى رجليه وكانت الأخرى مكشوفة، وهذا واضح، ولكن مناسب ذكر المفهوم ها هنا. ثم قال المصنف: ولمستحاضة ونحوها، يعني يجوز للمرأة المستحاضة التي يكون حدثها بالحيض أو بالدم مستمر، وليس حيضا وإنما هو دم فساد، وإنما يكون دمها مستمر، ونحوها ممن حدثه دائم كمن به سلس بول أو دم يثعب كرعاف ونحوه أو استطلاق ريح، فإنه يجوز لهم المسح، فإنه يجوز لهم المسح إلا خلافا سيأتي ذكره في محله. نعم. لا لمحرم لبسهما ولو لحاجة. نعم، قوله لا هذا استثناء، أي إلا المحرم إذا لبس الخفين، فقوله إلا لمحرم لبسهما، أي لبس الخفين ولو لحاجة. انظر معي، هذه ولو مر معنا أنها أحيانا بقصد، وهو الغالب في كلام المصنف الإشارة للخلاف، وأحيانا بقصد التنبيه على الصورة النادرة، وهنا لم يرد بها لا المعنى الأول ولا المعنى الثاني، وإنما هي لفظة زائدة، ولذلك غيره من المصنفين ومنه صاحب المنتهى لم يذكرها، وإنما قال لمحرم لبسهما لحاجة، وهو الصواب، فإن هذه الواو ليست للخلاف ولا للتنبيه، وإسقاطها أصوب من إثباتها، وإن كان إثباتها يمكن أن يكون صحيحا في اللغة لكنه يبعد الفهم، لأن كثرة العود يسبب إشكال في الفهم. إذن حذفها وإضافتها سواء، والأظهر حذفها. إذن أشرح الجملة بهذه الطريقة: ولا لمحرم لبس الخفين لحاجة. ما هي الحاجة التي يلبسها المحرم؟ قالوا الحاجة هي ألا يجد نعلا، ومر أن في حديث ابن عمر وابن عباس، أو سيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عمر وابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمحرم إذا لم يجد نعلا أن يلبس الخف، أن يلبس الخف، وكان قد أمر بالمدينة بقطعه، ثم لما وصل إلى مكة لم يأمر بل أطلق، فدل ذلك على أنه لا يلزم قطعه، فيلبس الخف على هيئته. إذا فمدم قد أذن به لأجل الحاجة هنا، فهل يجوز له المسح أم لا؟ مشهور المذهب الذي مشى عليه المصنف وصاحب المنتهى أنه لا يجوز له المسح، لا يجوز له المسح، لأنهم قالوا أن هذه على رخصة لوصف معين، فلا يستباح بها كل شيء، يعني أذن له لأجل عدم النعل فلا يستباح به جميع الرخص، هذه قاعدتهم، والرخص لا يترخص لأجلها برخصة أخرى. وذهب بعض المحققين أنه حيث قد أذن في الشرع له باللبس فيجوز له المسح، وهذا الذي جزم به صاحب التنقيح في حاشيته هو على التنقيح، وهي موجودة بخطه، فإنه قال إن ظاهر كلام الأصحاب جواز مسح المحرم على الخف إذا أذن له بلبسه ولم يكن محظورات الإحرام، وإنما أذن له لعدم وجود النعل. وهذا الذي قال إنه ظاهر المذهب استظهره جماعة من الأصحاب كالشويكي، وهو الذي استظهره كذلك تبعا له الشيخ منصور في الكشاف. نعم. ويصح المسح على عمائم ذكور. نعم، قال ويصح هذا النوع الثاني من الحوائل أو الثالث، وهو المسح على العمامة، وعبر المصنف بالذكور لأن الإناث لا يجوز لها أن تمسح على العمامة ولو لبست تلك العمامة، لأن لبس المرأة للعمامة يقولون إنه لا ليس من عادة النساء، ولبسها يكون من باب التشبه بالرجال، وقد أطلق الفقهاء الحنابلة ذلك، أي منع المرأة من لبس العمامة سواء كان فيه تشبه أو لغير التشبه، حتى ولو كان عادة، قالوا لأنه يظهر هيئة المرأة. وممن نبه على ذلك مع وجود هذه العادة في زمانه يوسف بن عبد الهادي في كتابه عن أحكام العمامة، فقد نبه إلى أن هذا من الأمور المشتهرة في زمانه، وأنه لا يجوز للنساء أن يلبسن ذلك. ومن الأصحاب من تجوز في ذلك وتساهل، أظن الشيخ عثمان بن قايد، وقال إنه قد جرى عادة بعض النساء أن يلبسن العمائم، وهذا موجود عندنا في شمال المملكة وفي بعض دول الشام من البادية، يلبس النساء العمائم قديما، الآن ربما تغيرت عادات النساء. نعم. وعلى جبائر جمع جبيرة، وهي أخشاب أو نحوها تربط على الكسر ونحوه. نعم، النوع الثالث مما يجوز المسح عليه وهي الجبائر، وعرفها المصنف قال جمع جبيرة وهي أخشاب،
أو نحوها، قد تكون نحو الأخشاب كقطع القماش أو البوليستر الذي يجعل على الجروح أو غير ذلك من الأشياء التي أو الجبس أو البلاستيك يربط بأي هيئة. قال تربط على الكسر ونحوه، إما كسرا أو نحو الكسر مثل الجرح، فإن الجرح الذي يغطى به يسمى جبيرة، وقد يكون أيضا من باب الشد العضلي أيضا، ليس جرحا ولا كسرا، ولكن يربط على اليد لأجل فك في 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 مرفقه مثلا أو نحو ذلك من الأمور، فكل هذه تسمى ما ربط عليها جبيرة. نعم. وعلى خمر النساء المدارة تحت حلوقهن لا القلانس. طيب. قوله وعلى خمر النساء، أي ويجوز المسع على خمر النساء لا خمر الرجال، فإن الرجل لا يجوز أن يلبس الخمار لأن فيه تشبها فلا يصح مسحه عليه، وإنما يجوز المسح على خمر النساء، وبه جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها أم سلمة رضي الله عنها. ولكن ليس كل خمار للمرأة يجوز المسح عليه، وإنما من شرطه أن يكون مدارا تحت الحلق، لأن هذا الخمار الذي كانت تلبسه النساء العرب، فقد كان النساء العرب يدرن الخمار تحت حلوقهن بهذه الهيئة فيكون تحت الحلق، وبناء على ذلك فلو كانت المرأة تلبس خمارا غير مدار تحت الحلق، وهذا الآن موجود بكثرة، فكثير من المسلمات في بعض البلدان تلبس الخمار وتجعل طرفه خلف رقبتها فيكون مغطيا شعرها دون نحرها ورقبتها ولا يكون مدارا تحت الحلق، فهذا وإن شق نزعه فإنه لا يشرع المسح عليه، وإنما يمسح على الخمار إذا كان مدارا تحت الحلق إدارة. بقي عندنا صورة من صور الخمار يعني محتملة ولا أجزم فيها، وهو أن من الخمر الآن أصبحت هناك خمر تجعل تحت الحلق لكنها ليست مدارة بحيث أنها تجعل تحت الحلق وتربط ربطا كما يفعل النساء، كما نعرف نسميها الخمار ونسميها يعني الصنفة أو غير ذلك من الأسماء، تجعلها تحت حلقها يعني بهذه الهيئة. الذي أريد أن أتحدث عنه أن هناك خمار يكون جاهز فتلبسه المرأة فيخرج وجهها فقط، وما عدا ذلك فيكون يعني خيط بطريقة معينة، هل يجوز المسح عليه أم لا؟ إن نظرنا من جهة ففيه شبه بالمدارة تحت الحلق بأنه تحت الحلق، وإن نظرنا من جهة أخرى ففيه فرقا بأنه ليس مدارا بل هو مفصل على وجه الحلق، فهو محتمل هذا وذاك. وإذا نظرنا في تعليل الأصحاب فإنهم يعللون بأن المسح على الخمار إنما جاء على خلاف القاعدة والقياس، وكل ما ورد على خلاف القاعدة والقياس فإننا نقف به في مورد النص، ولما كان الخمار قد ورد فإنه يخصص بعرف الشارع أي في الزمان الذي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن الخمار إلا بهذه الهيئة أي تدار بربطها بالطريقة التي ذكرت لكم قبل قليل، وبناء عليه فالصورتين معا لا يصح المسح عليهما. لكن إن نظرنا للتعليل الآخر الذي يعلل به الشيخ تقي الدين وهو المشقة فقد يقال بالجواز، المسألة خلافية، لكن ليظهر أن المذهب أن هذا الذي يكون مفصلا لا يمسح عليه، وإنما لا بد أن يكون مدارا، مثل إحنا نسميه الصنفة، في اسم ثاني عندكم وش تسميه؟ الغدفة. الغدفة عندنا كل القماش يسمى غدفة أو الخمار تسميها غدفة، زين، أو الغدفة أو الصنفة أو نحو ذلك من المسميات ولا مشاحتها في الاصطلاح. طيب تفضل شيخنا. للقلانس. قال للقلانس، القلانس هذه غطاء على الرأس تختلف شكله من هيئة إلى هيئة، تارة يكون مقطوعا وتارة يكون غير ذلك، وكثير من المعاصرين يعدون هذه الطاقية التي تلبس صورة من القلانس، والله أعلم في صحة ذلك، أهي من القلانس قلنسوة أم ليست قلنسوة، لكن على العموم هي شبيهة بها، وبعض الناس يقول إن هذه الطاقية تكون تحت العمامة في لبس العرب القديم فتكون مختلفة عنها، والذي في كتب الفقه ما ذكره المصنف قال وهي مبطنات تتخذ للنوم، أي تجعل كالطاقية عند النوم، كثير من الناس بطبعه لا يستطيع أن ينام إلا وقد غطى رأسه، وهذا كثير من الناس، فكثير من الناس يجعل له مثل الذي الغطاء الذي يجعل على الرأس كالطاقية من صوف أو من قماش وغيرها، وهذا موجود عند كثير من الرجال لا بد أن يغطي رأسه قبل أن ينام، فهذه القلانس لا تكون كذلك. نعم. والدنيات قلانس كبار أيضا كانت القضاة تلبسها. طيب قال والدنيات بالتشديد في الكلمات الثلاث، وهي نوع من القلانس، قال كبار حجمها كبير، كانت القضاة تلبسها أي في
زمن معين قبل المصنف بكثير، قبل المصنف بكثير كانوا يلبسونها، وإنما في زمن المصنف وبلده المشهور عنهم العمائم. وهذه القلانس الكبار بينها الشيخ أو الناظم وهو ابن عبد القوي، فقال هي على هيئة ما يتخذه الصوفية الآن. والمراد بهم لو تنظر في بعض الصوفية الذين يلبسون هيئة معينة كالقلندرية منهم، فإنهم ما زالوا على هيئتهم القديمة في ثيابهم الواسعة وفي قلانسهم الكبار، فهي بمثابة الطاقية لكن تكون طويلة جدا. والغالب أن هذه القلانس الطويلة اللي هي الدنيات إنما هي من لبس الأعاجم وليست من لبس العرب. نعم. ومن شرطها أن يلبس الجميع، طبعا لماذا لا يمسح عليها وإن كانت مغطية للرأس؟ فلأنها لا يصدق عليها عمامة، وذكرت لكم قبل قليل أن القاعدة الوقوف عند مورد النص وعدم مجاوزته. نعم. ومن شرطها أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء حتى ولو مسح فيها على خف. يقول ومن شرطه، أي ومن شرط المسح على الحوائل جميعا، أن يلبس الجميع خفا أو جوربا أو جرموقا أو عمامة أو جبيرة أو خمارا بعد كمال الطهارة بالماء. انظروا معي قوله بعد كمال الطهارة بالماء، قبل أن أشرح هذه الجملة أريد أن أقف عند قوله بالماء، فإن قوله بالماء هل هو قيد ثان فيكون الشرط مكونا من أمرين، من كمال الطهارة وأن يكون بالماء، أو أنه توضيح لمعنى كمال الطهارة؟ لماذا قلت هذا الشيء؟ لأن بعض من المتقدمين وهو ابن أبي عمر في الشرح كان يعبر بكمال الطهارة فقط ويبين أن الطهارة بغير الماء ليست كاملة، بينما كثير من المتأخرين يجعل هذين القيدين معا، والظاهر أنه من النوع الثاني وهم باب التوضيح، من باب التوضيح. ما معنى كمال الطهارة بالماء؟ كمال الطهارة بالماء يخرج الطهارة التي لا تكون كاملة، مثل من لم يكمل جميع أعضاء وضوئه، فمن غسل بعض أعضائه دون بعضها فإنه لم يكمل طهارته جميعا. وقد مر معنا أن التطهير يتبعض لكل عضو ولكنه لا يرتفع الحدث كله إلا بتمام غسل جميع الأعضاء، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية طبعا مثالها لو أن امرأ عليه جنابة فغسل قدميه ثم لبس الخفين ثم غسل سائر جسده، نقول لا يجوز المسح على القدمين لأنه لم تكمل طهارته. ومثله أيضا قد يقال في أحداث أخرى، مثل من يتوضأ وضوءا من حدث لحدث أصغر فيغسل إحدى قدميه ويلبس الخف، وهذا سيأتي في كلام المصنف. الأمر الثاني الذي يخرجه التطهر بغير الماء وهو التيمم، فإن من تيمم ثم لبس الخف ووجد الماء فليس له أن يمسح على خفه لأن طهارته ليست كاملة بالماء. ثم قال المصنف حتى ولو مسح فيها، أي مسح في الطهارة الكاملة فيها، أي في الطهارة الكاملة على خف أو عمامة أو جبيرة أو غسل صحيحا وتيمم لجرح. صورة هذه المسألة يقول المصنف إن الشخص إذا مسح في طهارة كاملة، يعني توضأ وضوءا كاملا وتطهر طهارة كاملة، ثم بعد ذلك وضوءه الذي بعده، انظر معي، ثم وضوءه الذي بعده توضأ وكان لابسا الخف فمسح على خفه، وبعد الوضوء الثاني لبس عمامة، فإنه يجوز له أن يمسح على العمامة لأنه قال حتى ولو مسح فيها، أي في الطهارة الكاملة قبل لبسه العمامة وقبل لبسها الخمار مسح فيها على خف، فإنها تسمى طهارة كاملة. هذه الجملة سأرجع لها بعد قليل، الآن فقط أريد حلها. قال أو عمامة، صورة المسح أن يتقدم على عمامة يتوضأ ويكون لابسا العمامة فيمسح على العمامة ثم يلبس الخف، فحينئذ يصح له أن يمسح على الخف الوضوء الذي بعده. قال أو جبيرة، صورتها أن يكون متوضئا وعلى يده جبيرة فيمسح على الجبيرة ثم يلبس الخف بعد ذلك أو العمامة فيجوز ذلك. قال أو غسل صحيحا وتيمم لجرح، رجل على أحد أعضائه الأربع جرح ولا يستطيع إيصال الماء إليه، فإنه يتوضأ لكل أعضائه حتى إذا وصل إلى الجرح فإنه حينئذ لا يمسح عليه، المذهب
لأنه مكشوف، وإنما يتيمم عنه ثم بعد ذلك يكمل وضوءه، فإن لبس الخف بعد ذلك جاز له المسح على الخف سواء كان الجرح في قدمه أو في يده. واضح المسألة هذه؟ إذن قوله حتى ولو، هذه لاستحضار الصورة البعيدة وليست الخلاف، أنه وإن كانت الطهارة الكاملة فيها مسح خف وفيها مسح على عمامة أو على جبيرة فإنها تسمى كاملة. انظروا معي، يستثنى من ذلك صورة واحدة فقط يجب أن ننتبه لها وسيوردها المصنف بعد ذلك، وأورد هذه الصورة لكي يعني لا يورد الإشكال على هذه الصورة فنعرف استثناءها وسيأتي. وهذه الصورة من كان لابسا خفا ومسح عليه. انظروا معي، من توضأ ومسح على خفه فالوضوء الذي بعده يجوز أن يمسح على العمامة أو يمسح على الخمار، لكن إن لبس على الخف خفا آخر فالمذهب أنه لا يجوز المسح على الخف الثاني. وضحت الصورة المستثنى؟ ما الفرق؟ قالوا لأن الخف بدل ولا يصح البدل عن البدل، بينما الباقي فإنها أبدال بذاتها عن أعضاء أصلية، فيجب أن ننتبه لهذه المسألة فهي بمثابة الاستثناء، وستأتي صورة هذه المسألة بعينها. نعم شيخ. فلا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم. نعم، قال فلا يصح على خف، هذه يعني الصورة الثانية التي لا أو الصورة الأولى، نعم هذه هي الصورة الأولى التي تكون فيها الطهارة غير كاملة، وهو إذا كانت الطهارة بغير الماء وهو التيمم، فقال فلا يمسح على خف لبسه على طهارة تيمم لأنها طهارة ليست بكاملة وإنما هي طهارة تراب لا طهارة ماء. نعم. الصورة الثانية ولو غسل رجلا ثم أدخلها الخف، هذه الصورة الثانية من صور عدم الطهارة الكاملة، وهو ألا يكمل أعضاءه بالتطهير، لها صورة واضحة التي أوردتها قبل قليل، وهي لو أن امرأ عليه حدث أكبر فغسل رجليه ثم بعد ساعة غسل باقي جسده، ونحن نقول إنه لا تلزم الموالاة بين الأعضاء في الغسل، ولبس الخف على الرجل المغسولة فنقول لا يجوز المسح عليها وإن غسل باقي جسده لأنه لم تكمل طهارته. من تطبيقاتها المثال الذي أورده المصنف، لو أن امرأة توضأ حتى إذا وصل إلى رجله اليمنى غسلها ثم لبس الخف عليها ثم غسل الرجل اليسرى فنقول ولبس الخف الثاني، فنقول إن الخف الثاني لبسه على كمال طهارة، بينما الخف الأول لم يلبسه على كمال طهارة، فالحل فيه ماذا؟ أن ينزعه ثم يلبسه بعد ذلك، فيكون الخف الأيمن قد لبسه على كمال طهارة. لذلك يقول المصنف ولو غسل رجلا، عبر بالرجل مطلقة مع أن السنة البداءة باليمين، لأنه يجوز تقديم اليسار على اليمين، ولكن أنا ضربت المثال باليمين لأنه هو العادة وهو الأكمل أن يبدأ باليمين. ولو غسل رجلا ثم أدخل الخف، أي في الرجل التي غسلها قبل غسل الرجل الأخرى. نعم. خلع ثم لبس بعد غسل الأخرى. خلع أي خلع هذا الذي لبسه على رجله اليمنى ثم لبس هذا الذي خلعه بعد غسل الأخرى، سواء لبس الخف الثاني قبله بعده الأمر فيها سهل وواضح. نعم. ولو لبس الأولى طاهرة ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يمسح، فإن خلع الأولى ثم لبسها جاز. نعم، هذا الحقيقة ليست مسألة جديدة وإنما هي بمثابة التوضيح لما قاله قبل قليل، ولذلك قال بعض المحشين إنها بمثابة يعني التكرار فيغني بعضها عن بعض. يقول ولو لبس الأولى طاهرة ثم غسل رجله الأخرى، إن غسل أي رجله الأخرى وأدخلها لم يمسح حين ذاك، فإن خلع الأولى ثم لبسها جاز، نفس الكلام السابق فهو تكرار الصورة السابقة. يعني واضح، يعني هي نفسها الجملة، هذه مثل الجملة السابقة تماما ولكنها من باب التوضيح فقط. وإن تطهر ثم أحدث قبل لبسه أو بعده قبل أن تصل القدم إلى موضعها أو طيب لبسه. نقف عندها مسألة قبل أن أبدأ بهذه المسألة، أريد أن أبين لكم، وهذا التبيين بصورة الخف يترتب عليه أكثر من حكم، منها حكمان سيردان معنا في هذا الباب. الخف تذكرون قبل قليل أن المصنف فرق بينه وبين الخف القصير. العلماء يقولون إن الخف له ساق وله قرار،
هكذا يقولون ساق الخف وقراره. ساقه هو ما زاد عن الكعب، وقراره ما كان أسفل فيه، أسفل من الكعب، فهذا يسمى القرار. ما الفرق بين الساق وبين القرار؟ يقولون إن الساق لا يلزم أن توجد فيه شروط الخف، فلو كان مخرقا لصح المسح عليه، ولو كان واسعا لصح المسح عليه، ولو كان شفافا لصح المسح عليه، لأنه لا تعلق له بمحل الفرض. إذن الساق ليس داخلا في الخف، وإنما الخف هو قرار الخف، هو قرار الخف. إذا عرفت الآن الصورة التي في ذهنك الآن، الفرق بين ساق الخف وبين قراره، تتضح لك هذه المسألة، ومسألة ستأتي إن شاء الله بعد ذلك. يقول الشيخ: وإن تطهر أي المسلم ثم أحدث، يعني صار منه حدث قبل لبسه، أي قبل لبسه الخف، فإنه حينئذ لا يصح له أن يمسح، لأنه إذا لبس الخف فإنه يكون قد لبسه على حدث، وهذه واضحة لا تحتاج إلى توضيح. قال: أو بعده، أي بعد اللبس. انتبه لهذه المسألة، قبل أن تصل القدم إلى موضعها. قوله قبل أن تصل القدم إلى موضعها، مراده قبل أن تصل القدم إلى قرار الخف. القرار هكذا عبروا بأنه قرار الخف، أي قبل أن تصل إلى قرار الخف. مثال ذلك يتضح معنا في الشراب، وخاصة إذا كان شرابا طويلا. تعرفون الشراب الطويل هذا يسمى شراب العائلة، إن كان هذا الاسم ما زال موجودا. شراب العائلة يصل طوله إلى نصف متر تقريبا. فلو أن امرأة أدخل قدمه في الشراب، وقبل أن يصل للقرار بحيث أنه المحل المعتاد الذي يتغطى به، شوف، الذي يتغطى به القدم إلى الكعب، قبل وصوله للقرار أحدث، فهل نقول إنه يكون كمن لم يلبس الخف لأن القدم لم تصل إلى محلها وهو القرار، إذ الساق، أعني بالساق ساق الخف، لا يأخذ حكم الخف كما ذكرت لكم قبل قليل، أم نقول إنه يكون قد لبس الخف لأنه شرع في أوله؟ المذهب الأول ذكرت لكم أن مجرد إدخال الرجل في الساق ليس معناه أنه لبس الخف، بل لا بد أن تصل إلى القرار. أنتم تصورتوا الآن كيف القرار والساق، الحمد لله. طيب، إذن هذا معنى قوله قبل أن تصل القدم إلى القرار، إلى موضعها، إلى موضعها عفوا، الذي هو القرار أو مقرها، القرار أو المقر، نفس المعنى، نفس المعنى متقربة. نعم. أو لبسه ثم غسلهما فيه. نعم، قوله أو لبسه محدثا، أي لبس الخف على قدميه معا وهو محدث، ثم لما جاء للوضوء غسلهما، أي غسل رجليه فيه، أي في الخف. صورة هذه المسألة لو أن امرأة محدث وقد لبس الشراب، فلما أراد الوضوء غسل رجله بالشرابين، والشراب ينتقل منه الماء إلى القدم، فهل نقول إنه يجوز المسح على هذا الشراب؟ نقول لا. ما السبب؟ الحديث صريح، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول للمغيرة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فالعبرة بحال الإدخال، وقت الإدخال، العبرة بالابتداء لا بالاستدامة. فإذا كان وقت فينظر لوقت الإدخال، أكان طاهرا من الحدث أم ليس طاهرا؟ وهذا واضح جدا بدلالة ظاهر الحديث والمعاني تدل عليه للتفريق بين الابتداء والاستدامة في صور. نعم. أو قبل كمال طهارته ثم غسلهما فيه. نعم، أو قبل كمال طهارته مثل ما مر معنا صورتها، وقبل أن ثم غسلهما، أي غسل القدمين فيه، أي في الخفين، في الخف الذي هو لابس لهما. نعم. يعني لما مسح رأسه لبس الشراب، ثم بعد ذلك غسل الرجل بالشراب، نفس الحكم لا فرق. نعم. أو نوى جنوب ونحوه رفع حدثه قبل غسلهما وأدخلهما فيه ثم تيمم طهارته. أو نوى جنوب ونحوها شيخ رفع حدثه، أو نوى جنوب ونحوه رفع حدثه ثم غسلهما. نعم، ثم أحسنت. وأدخلهما فيه ثم تمم طهارته لم يجز المسح. نعم، قوله لم يجز المسح يعود لجميع الصور السابقة، بقيت عندنا الصورة الأخيرة وهي قوله أو نوى جنوب، أو نوى جنوب ونحوه مثل الحائض والنفساء وغيرها، رفع حدثه، أي حدثه الأكبر،
ثم غسلهما أي غسل رجليه وأدخلهما فيه أي أدخلهما في الخف ثم تمم طهارته. هذا الذي ذكرت لكم قبل قليل وهي من صور عدم كمال الطهارة، يغسل رجليه ثم يكمل طهارته بعده مباشرة أو بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث إذ لا تشترط الموالاة. وإن مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه خلع ثم لبسها. أيضا هذا متعلق بكمال الطهارة، فصورتها يقول لو مسح رأسه، ومراده إذا مسح رأسه بعد غسله وجهه ويديه إلى المرفقين ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه، فهنا لبس العمامة بعد المسح، قال خلع أي خلع العمامة ثم لبسها ليجوز له المسح على العمامة. فهذه الصورة التي أوردها المصنف هي صورة عدم كمال الطهارة في حال لبس العمامة، والصور السابقة حال لبس الخف. إذن الذي يلبس العمامة بعد مسحه الرأس ثم يغسل رجليه، إذا أراد أن يمسح يرفع العمامة ثم ينزلها يخلعها ثم يلبسها، فحينئذ يجوز له اللبس مثل ما يجوز له المسح مثل ما ذكرنا في من لبس الخف الأيمن فقط. نعم. ولو شد الجبيرة على غير طهارة نزع. نعم. يقول من شد جبيرته على غير الطهارة فإنه ينزع، يجب عليه أن ينزعها لأنه لا يجوز المسح على غير الطهارة، وهذا هو مشهور المذهب، وإن كان فيه خلاف قوي جدا في هذه المسألة، جدا قوي، ورجح هذا الخلاف أو مال للخلاف في هذه المسألة، يعني حتى البهوتي مال إلى، يعني ليس تصريحا وإنما ميلا للقول الثاني، وهو أن الجبيرة لا يشترط لوضعها الطهارة إذا كانت لحاجة. نعم. فإن خاف تيمم. نعم، قوله فإن خاف، المراد بالخوف خوف الضرر من نزعها، هذا المراد بالخوف. قوله تيمم أي تيمم للعضو الذي عليه الجبيرة، وصورة ذلك لو أن رجلا وضع جبيرة على يده وكان قد وضع الجبيرة وهو محدث ليس بطاهر، فإنه يغسل جميع ولا يمكنه نزعها للضرر بنزع هذه الجبيرة، فإننا نقول إنه يتوضأ للأعضاء كلها، فإذا وصل لهذا العضو الذي عليه الجبيرة فإنه يتيمم لها ويتيمم ويمسح أيضا. ولذلك يقولون هذه الحالة يجمع لها الأفعال الثلاثة: الوضوء والمسح والتيمم. الوضوء والمسح والتيمم. إذن قوله فإن خاف أي خاف الضرر، تيمم أي مسح وتيمم معا. نعم. فلو عمت محل الفرض كفى مسحها بالماء. نعم، هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل لإيضاحها، وهي مسألة واضحة. قوله فلو عمت أي الجبيرة محل الفرض، مراده بمحل الفرض أي محل التيمم فقط، وهو الوجه واليدين، فكانت الجبيرة مغطية الوجه كله ومغطية لليدين كليهما من أطراف الأصابع إلى المرفق، وهذا التقييد بالتيمم هو المراد. ولذلك عبارة المصنف عمت محل الفرض لو عبر بأنه عمت محل التيمم لكان أدق، كما عبر شيخه الشويكي، فإن شيخه الشويكي عبر بأنها عمت محل التيمم وهو أدق، وهذا الذي جعل بعض الشراح يستشكل، فإن بعض الشراح قال لعل مراده التيمم، وهو جزما هذا مراده لأنه أخذ من كتاب شيخه العسكري والشويكي. قال كفى مسحهما بالماء، يعني أن هذا الشخص الذي تغطى الوجه المحلان مخير بين أمرين: إما أن يتيمم بأن يضرب بكفيه على التراب فيمسح وجهه ويديه، وإما أن يغسل وجهه ويديه بالماء، وإما أن يمسح عفوا وجهه ويديه بالماء. وهذه صورة يقولون يعايى بها، بحيث أن الأصل أجزأ عن الفرع، أو أن الأصل بمعنى أصح نقول أن الأصل صار بدلا عن الفرع، لأن التيمم فرع عن الماء، وهنا قلنا إن الماء فرع عن التيمم. هذه صورة يعايى بها، لا يريد غيرها، يكون الأصل مجزئا ونائبا عن الفرع. هذه الصورة الوحيدة، وهذه من صور المعاية التي ذكروها، معاية يعني الغاز. نعم. ويمسح مقيم ولو عاصيا بإقامة. نعم، قوله يمسح مقيم، المراد بالمقيم اثنان:
المستوطن سيأتينا إن شاء الله، والمقيم الذي أقام فوق حد الإقامة وهو 21 صلاة فأكثر. قوله ولو عاصيا بإقامة، لا ننظر للمعصية وعدمها لأن الحكم فيهما سواء، وذلك لأن المرأة إذا كان عاصيا فيأخذ الأقل، والأقل هو الإقامة. نعم. كمن أمره سيده بسفر فأبى وعاص بسفره. نعم، كمن أمره سيده بسفر فأبى فإنه يكون عاصيا لسيده، ومن عصى سيده فقد عصى الله عز وجل، فكذلك الحكم، فإنه يكون مقيما عاصيا لكنه يمسح مسح مقيم. وقوله وعاص بسفره، الباء هنا بقوله بسفره باء السببية، بمعنى أنه عاص بسبب السفر، بسبب السفر، وليس المراد بها الظرفية بأن نقول إنه عاص في سفره، فإن العاصي في سفره يجوز له أن يترخص. إذا نفرق بين الثنتين، العاصي في السفر والعاصي بالسفر أي بسبب السفر، فالعاصي بسبب السفر لا يترخص، والعاصي في السفر يترخص. مثال العاصي بسبب السفر الذي يسافر لقطع طريق، أو يسافر لغرض محرم، أو أكثر أغراضه الحرام، عنده غرضان الأكثر منهم الحرام، فإنه فالأكثر يأخذ حكم الكل حين ذاك. نعم. يوما وليلة. نعم، قول المصنف يوما وليلة، طبعا الحديث فيها واضح، أريد أن أقف عند يوم وليلة بعض الوقفات، الوقفة يسيرة يعني جدا. عبارة يوم وليلة ظاهر كلام الفقهاء أنها مقدرة بالساعات، فالساعة التي يكون قد ابتدأت فيها مدة المسح تنقضي المدة في القابل إن كان مقيما، أو بعد 3 أيام بلياليهن، يعني بعد 72 ساعة، فنقول إما بعد انقضاء 24 ساعة أو بعد انقضاء 72 ساعة، هذا ظاهر كلام غالبهم. لكن جاء عند ابن قندس ونقلها عنه ابن نصر الله مقرا لها، أنه يقول إن الاحتساب إذا كان أول ابتداء المدة العصر فيكون آخرها العصر، وإذا كان أول المدة الظهر فيكون آخرها الظهر، وهكذا. وهذه العبارة عند ابن قندس يحتمل أن يكون مراده تقديرها بالصلوات، فيعتبر بوقت الصلاة، فمن أحدث في العصر فإن انقضاء مدته يكون بدخول وقت صلاة العصر، وهكذا، فيكون العبرة بالصلوات أي بأوقات الصلوات الخمس وليس بالساعات، هذا احتمال. فهل العبرة بالصلوات؟ هذا محتمل ظاهر عبارة ابن قندس، وظاهر عبارة غيره أنها بالساعات، وكثير من مشايخنا يميل الأول أنها بالساعات، ومن مشايخنا من كان يقدرها بالصلوات، ومستنده فيما يظهر كلام ابن قندس ومن وافقه وهو ابن نصر الله. نعم، والظاهر هو المشهور عند المشايخ أنها تقدر بالساعات، فتبتدئ المدة أحدث في الساعة الأولى من اليوم، تنقضي في الساعة نفسها من اليوم القابل. نعم. ومسافر سفر قصر 3 أيام بلياليهن. نعم، قوله مسافة ومسافر سفر قصر، لأن سفر القصر يخرج أمرين، الأمر الأول السفر الذي لا قصر فيه، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء السفر القصير، فإن عندنا سفرا قصيرا يترخص فيه بجواز ترك الجمعة، ويترخص فيه أيضا بجواز الصلاة على الراحلة، وسيأتينا إن شاء الله في محله، ولكن لا يترخص فيه بقصر الصلاة والإفطار في نهاية رمضان، فهذا لا يمسح 3 أيام بلياليهن. الأمر الثاني أن قوله سفر قصر يدل على أن ما لا تقصر فيه الصلاة كسفر المعصية فإنه كذلك يعني يكون خارجا. قوله 3 أيام بلياليهن، هنا أنث المصنف الليالي فقال بلياليهن، والأصوب أن يقول بلياليها، وهذا هو الأصوب في اللغة، لأن اليوم مذكر. نعم، له توجيه في اللغة يمكن توجيهها، وأغلب كلام الناس يمكن توجيهه، وهذا هو الأصل، لكن أفصح لنقول إنه الأفصح، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن قول المصنف ومسافر 3 أيام ولياليهن وقوله كذلك يوم وليلة، هذا ليس المقصود به جميع الحوائل، وإنما يقصد به الخف وما يلحق بالخف والعمامة والخمار فقط، إذن هو متعلق بالحوائل الأربعة فقط، الأولى
ويستثنى من ذلك الجبيرة، فإن الجبيرة لا تقدر باليوم والليلة ولا بثلاثة أيام بلياليهن. إذن التقدير متعلق بالخف والعمامة والخمار وما يلحق بالخف. إذن هذه مسألة متعلق بهم التقدير. المسألة الأخيرة أيضا عندنا في هذه المسألة، وهو أنه لما قال إنها يوم وليلة أو سبعة أيام أو ثلاثة أيام بلياليهن، ما هو أقصى عدد صلوات تصلى بها؟ ذكر جماعة من الفقهاء نقلها في الإنصاف وتبعه منصور أن أقصى صلوات يصليها المقيم بمسحه على الخف هي سبع صلوات. كيف؟ الصلوات الخمس في اليوم، وإذا كانت الصلاة الأولى قد جمع معها صلاة والصلاة الأخيرة جمع معها صلاة، فالأولى جمع معها جمع تأخير والثانية جمع معها جمع تقديم، فإن أقصى ما يصلي خمس، سبع، والمسافر يصلي أقصى ما يصلي بها 17 صلاة. نعم. ولو مستحاضة ونحوها. نعم، قوله ولو هذا لحكاية الخلاف، وهذه فيها رواية في المذهب حكاها في الرعاية وانتصر ربما لها كما نقله الإنصاف، أنه ليس للمستحاضة أن تمسح على الخف، لأن المستحاضة وضوءها من باب الاستباحة، والصواب أنها تمسحه المجزوم به في المذهب. هنا مشكل أو أشكل على بعض العلماء أن قول المصنف هنا ولو مستحاضة، مع أنه قال في الصفحة الماضية ومستحاضة، قوله ولمستحاضة ونحوها، فكأنه يقول كرر، فوجه ذلك أن هناك لإثبات الحكم وهنا لأجل التوقيت، وليس ذلك ظاهرا، بل إن المراد هنا التوقيت والحكم سواء، لأنه أتى بلفظ لو. قوله ونحوها مر معنا معنى النحو كما تقدم. نعم. من وقت حدث بعد لبس إلى مثله. طيب، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا في المسح على الخفين، ما هو ابتداء مدة المسح؟ وذلك أن المدة لا تحتسب من حين اللبس، وإنما تحتسب على مشهور المذهب من وقت الحدث. وعبرت المشهور لماذا؟ لأن هناك رواية أخرى وهي قوية، وإن ذهب إليها بعض المتأخرين أنها من أول مسح بعد الحدث، لكن مشهور المذهب أنها من أول حدث. طيب، من وقت حدث بعد لبس، إذن ابتداء المدة لكي تعرف التوقيت وهو اليوم والليلة يبتدأ من أول حدث. فإذا ذهب لدورة المياه لقضاء حاجته في الساعة الثانية ظهرا فهي ابتداء مدته، فيحتسب بعدها 24 صلاة. فإننا نحسب المدة أي ابتداء المدة من أول نومه لا من منتهى، لأن من أول النوم انتقض وضوءه لا من حال استيقاظه، وهكذا يقال أيضا في الإغماء وذهاب العقل وغيره. إذن ضابط المدة أن يكون من وقت الحدث بعد اللبس، وما قبل ذلك وهو اللبس من غير حدث يجوز فيه المسح لكن لم تبتدئ المدة ولو طالت المدة. قول المصنف إلى مثله أي إلى مثل نفس الوقت، ومر معنا أن الأظهر عند كثير متأخرين بالساعة، أي إلى مثل الساعة، إلى مثل الساعة من اليوم الثاني إن كان مقيما، أو من اليوم الرابع إن كان مسافرا. نعم. فلو مضت المدة ولم يمسح فيها خلع. نعم، قوله ولو مضت المدة ولم يمسح فيها أي ولم يمسح ولا صلاة، بأن أحدث ثم توضأ أو نام ولم يتوضأ أصلا، نسي الصلاة بكليتها واستيقظ بعد يوم كامل، فنقول إن المدة قد انقضت ولو لم تمسح، لكونك نائما مثلا، أو لكونك مفوتا للصلاة، أو لكونك لم ينتقض وضوءك إن كان قد مسح فيها المرة الأولى. وذلك هذا معنى قولي فلو مضت المدة ولم يمسح فيها أي في المدة خلع، فالعبرة بالحدث وليست العبرة بالمسح بعد الحدث، وهذه أوردها المصنف للتفريق بين الروايتين، ما الفرق بين رواية ابتداء المدة بعد الحدث وابتداء المدة بعد أول مسح بعد الحدث. طبعا قوله فلو مضت المدة يجب أن ننتبه أن مراده إذا ابتدأت، وأما إذا لم تبتدئ المدة بأن كان قد لبس الخف ولم يحدث فلو مسح عشرات المرات فلا يلزمه خلعه. نعم، أو لم يمسح. نعم. وجبيرة إلى حلها. نعم، قوله وجبي، كيف نطقتها؟ وجبيرة، يصح بجبيرة ويصح جبيرة، ويقول ولولا الحذف والتقدير
يعني أنه يجعل الشخص سهل جدا، يصح فيها الوجهان، فيصح أن تقول وجبيرة فتكون معطوفة على قول المصنف قبل ذلك أول الجملة، ويمسح مقيما، ويمسح مقيم ولو على جبيرة، يعني على خف ثلاثة أيام بلياليهن وعلى جبيرة. والأقرب أنها بالرفع وجبيرة، الأقرب أنها على الرفع، طبعا هنا يكون مقدر حرف خافض يمسح على جبيرة، والأقرب أنها تكون بالرفع، تقول وجبيرة، وتكون تقديرها وجبيرة يمسح عليها إلى حلها، فتكون مرفوعة على الابتداء. هذا هو الأظهر، وإن لأنه يجوز الخفض، ولكن تقدير الخافض غير موجود قبله، ما لم أجد خافضا قبله يمكن عطفه عليه. طيب، قوله إلى حلها يعني إلى حل الجبيرة، كيف حلها؟ بأن يزيل الجبيرة عن محلها، هذا الأمر الأول الذي تنقضي به مدة المسح على الجبيرة. هناك أمر آخر لم يرده المصنف، وهو عند الشفاء وزوال الحاجة، وهذا الأمر مهم، فإنه إذا زالت الحاجة إلى الجبيرة فإنه يجب حلها، فإن لم يفعل ذلك فإنه لا يصح مسحه عليها. نعم. ومن مسح مسافرا ثم أقام أتم بقية مسح مقيم. نعم، هذه المسألة دقيقة، سأشرحها كما قال المصنف ثم سأورد إشكالا عليها. يقول المصنف إن المرء إذا مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر، فهل العبرة بوقت ابتداء فعله وهو المسح، أم العبرة بوقت مسحه الثاني؟ هل العبرة بوقت الابتداء أم بوقت الوجوب، ابتداء المدة أم الوجوب؟ ذكر المصنف أن العبرة بالأحوط وهو الأقل مدة، فمن مسح مسافرا ثم أقام، أو عكسه بأن مسح مقيما ثم سافر، ففي الحالتين يمسح مسح مقيم. إذن أريد بس أن نعرف قاعدة المذهب، وهو أن من اختلفت داره واختلفت مدة المسح في حقه، عبرت بالدار أي دار السفر ودار الإقامة، واختلفت مدة المسح من ثلاثة أيام أو يوم، فلم يعتبروا بابتدائه ولم يعتبروا بوقت وجوبه ولا بوقت وجوبه، وإنما أخذوا بالأحوط وهو الأقل، وهذه قاعدة عندهم دائما يأخذون بالأحوط حتى في الصيام كما سيأتينا إن شاء الله. طيب، أريد أن ننتبه لمحل الإشكال. قول المصنف هنا ومن مسح مسافرا ثم أقام، فجعل المصنف العبرة بالمسح، وبناء عليه فلو أحدث في سفره أو في حضره ولم يمسح إلا في الدار الثانية، فإننا نعتبر بحال المسح ولا نعتبر بالحدث، وهذا مشى عليه أغلب فقهائنا رحمهم الله تعالى على ذلك، لكنه استشكل. ما وجه الاستشكال؟ أنه مر معنا قبل قليل أنه جعل العبرة في ابتداء المدة إنما هو بالحدث لا بالمسح، الرواية الثانية أن العبرة بالمسح، لكن المعتمد بالحدث، فناسب أن يكون هنا أن يقول بدل ومن مسح مسافرا أن يقول ومن ابتدأ المدة بأن أحدث، فهذا هو الأضبط قاعدة، هو الأضبط، وهذا الذي جعل بعضا من المتأخرين يتوقف المسألة، يقول أنا أتوقف لأنها مشكلة، وهو الخلوتي قال أتوقف في هذه المسألة، ثم نقل عن شيخه الشيخ منصور في حاشيته عن المنتهى وهي موجودة أنه يقول إن مقتضى المذهب الاعتبار هنا بالحدث وليس الاعتبار بالمسح. والحقيقة أن ما أومأ إليه الشيخ منصور في حاشية المنتهى وتوقف مترددا فيه تلميذه الشيخ محمد الخلوتي متجه جدا، فلكي تنضبط القاعدة فيجعل الحكم فيهما سواء، وإن كان قول الأغلب على ما ذكر المصنف هو والمنتهى والإنصاف جزم به وقال إنه قول عامة الأصحاب أن العبرة بالمسح وليست العبرة بالحدث. هذه مسألة دقيقة أريد أن ننتبه لها. نعم. قال ومن مسح مسافرا ثم أقام، ابتدأ المسح مسافرا، فالجائز في حقه أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن أي 72 ساعة، لكنه في أثناء هذه المدة أقام، سواء أقام بعد يوم وليلة أو أكثر. قال أتم بقية مسح مقيم، إيش معنى؟ يعني أنه إذا أقام قبل يوم وليلة فيتم فقط يوما وليلة ولا يزيد عليها. إن كانت
أي إن كانت له بقية، مفهوم ذلك إن لم تكن له بقية بأن كان المسافر قد أقام بعد أكثر من يوم وليلة، فإنه حينئذ نقول لا تمسح ولا فرض، لأنه لم يبق لك من مدة مسح المقيم شيء. قال وإلا خلع، معنى إلا ما ذكرت لكم قبل قليل، معناه أنه لا يبقى له من مدة مسح المقيم شيء. نعم. وإن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر أو شك هل ابتدأ المسح حضرا أو سفرا أتم مسح مقيم. نعم، يقول الشيخ وإن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر، هذه عكس السابقة أنه ابتدأ المسح مقيما ثم سافر بعد مسحه، فإنه يقول فإنه يمسح مسح مقيم، لأن العبرة ليست بحال الوضوء الفعل، وليست العبرة بحال ابتداء المدة، وإنما العبرة بالأحوط كما ذكرت لكم قاعدة المذهب فيها. قال أو شك، المراد بالشاك المسافر، هل ابتدأ المسح حاضرا أو مقيما، حاضرا أو مسافرا، هل ابتدأ المسح حاضرا أو سفرا. طبعا الشاك لابد أن يكون مسافر، لأن الذي شك إذا كان مقيم فقطعا يمسح مسح مقيم ما في إشكال، لكنه إن كان مسافر هو الذي يرد عنده التردد. وإن شك هل ابتدأ المسح حضرا أو سفرا فإنه يتم مسح مقيم لأنه الأقل، وهذا هو اليقين. نعم. وإن شك في بقاء المدة لم يجز المسح. يجوز. لم يجز المسح. أسحب. أحسن. يقول لو أن شخصا شك هل انقضت المدة وهي مرور 24 ساعة أو 72 ساعة أو لم تمضي، فقال لم يجز المسح لأن الأصل انقضاؤها، لأن في حقه تغليب انقضاء المدة، وهذه مشكوك فيها، والأصل عدم المسح لأنها رخصة طارئة. نعم. فلو خالف وفعل فبان، فلو خالف وفعل أي مسح على الخوف مع شكي، فبان بقاؤها، فبان بقاؤه أي بان بقاؤه، بقاؤها أي بقاء المدة، تبين له بعد ذلك كان مسجل في الأوراق معه أو النوتة أنه ابتدأ حدث أو قال له ثقة كأهله وكذا أنك يعني كان نومك في الساعة الفلانية مثلا. فهنا قال صح وضوءه، لماذا صح وضوءه؟ لأن هذا الفعل متعلق بالمدة وقد بانت صحيحة، وقد بانت المدة صحيحة. لكن أريد أن ننتبه أن الشيخ منصور في حاشيته قال إن كان قد صلى بهذا الوضوء، شوف إن كان قد صلى بهذا الوضوء الذي توضأه مع شكه في بقاء المدة فإنه يعيد الصلاة، يلزمه إعادة الصلاة ولكن وضوءه صحيح فيعيد الصلاة لأن الصلاة لا تقبل الشك، بينما الوضوء تبين أنه صحيح. لماذا الصلاة لا تقبل الشك؟ لأن نيته، انظر معي، نيته عند الصلاة مترددة فيها شك في وجود شرطها، فلما شك في وجود شرطها كأنه قد شك فيها، لأن الشرط لابد من وجوده عند وجود الفعل. نعم. ومن أحدث ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر. نعم، هذا مثال ما سبق أن من أحدث حال إقامته وحضره ثم سافر قبل المسح، هذا من باب التوضيح للمسألة السابقة والتأكيد على أن العبرة بالمسح وليست العبرة بالحدث. وذكرت لكم قبل قليل استشكال بعض المحققين كالخلوتي والشيخ منصور في المسألة، قال أتم مسح مسافر، فالعبرة بالمسح وليس بالحدث. ولا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض. نعم. بدأ المصنف الآن في كلامه يبين لنا الشروط المتعلقة بصفة الخف الممسوح عليه، الشروط السابقة متعلقة بأمور أخرى كمال الطهارة ونحوها، هنا تتعلق بالخف الممسوح عليه. فبدأ بأول شرط، قال لا يصح إلا على ما يستر محل الفرض، وبناء على ذلك فإن ما لا يستر محل الفرض كاملا وهو الرجل فإنه لا يصح المسح عليه. من أمثلة ذلك أن يكون الخف مشققا، أو يكون الخف واسعا، أو يكون الخف قصيرا. فإذا وجد أحد هذه الأمور الثلاث فإنه لا يكون ساترا لمحل الفرض، وقد يأتي الإشارة لبعضها إن شاء الله. نعم. ويثبت بنفسه أو بنعلين. نعم، قوله ويثبت بنفسه أي يشترط أن يكون ثابتا بنفسه، هذا الشرط في الجملة، لأنه يستثنى صورة واحدة إذا كان يثبت بنعلين. إذن ثباته بنفسه هذا شرط، إلا في حالة واحدة إذا كان الثبات بنعلين. من أين أتينا بالنعلين؟ هذا النعلين لما جاءت من أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على النعل، فحملها الفقهاء على أن النعل كان مع خف تحته فيكون تحته ويكون ثباته به،
وهذا يجوز المسح عليه وقد نص عليه أحمد وغيره. فيصح إلى خلعهما، قوله فيصح إلى خلعهما هذا يعود إلى ما يثبت بالنعل، فيصح المسح على الخف الذي ثبت بنعل إلى خلع النعلين. صورة ذلك أن يكون الخف واسعا مثلا ولا يمكن أن يثبت بنفسه، فإذا لبس عليه النعل ثبت، فحينئذ يجوز مسحه ومسح النعل معه. فإذا خلع النعل فإنه يكون واسعا جدا فقد يسقط، فحينئذ نقول لا يمسح عليه لأنه خلع النعلين، لأنه حينئذ أصبح ليس ثابتا بنفسه. لا بشده نصا، قوله لا بشده أي لا يصح المسح على خف لا يثبت إلا بشده أو ربطه، فلو كان لا يثبت إلا بالشد والربط لا يمكن. هذا مثل بعض أكرمكم الله الجزم التي لا يمكن المشي بها وثبوتها في الرجل إلا بربطها بكثير من الأربطة، وهذا هو المذهب. قول المصنف نصا أي نص عليه الإمام أحمد. ومن أين أخذوا هذا من كلام الإمام أحمد؟ من روايتين. الرواية الأولى ما نقله عبد الله في مسائله أنه سأل أحمد عن ذلك فقال أحمد إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم، إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين. فأخذ الفقهاء المذهب الأول أنه لا بد من ثبوت الجوربين على القدم، وكذلك ما نقل الخرقي أن أحمد قال إذا استمسك بالقدمين فلا بأس. هذا نص أحمد. لماذا قلته؟ لأن الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى قال إنه لا يوجد نص عن الإمام أحمد في اشتراط هذا الشرط وهو أن يكون ثابتين بأنفسهما، لا يوجد هذا الشرط. وإنما الذي جاء عن أحمد أنه يجوز المسح على الخفين إذا كان غير ثابتين إذا كان معهما نحل، إذا كان معهما نعل، فغيره مما يربط به أولى. إذن فالرواية الأولى والثانية كلاهما أخذوها من نص واحد، مفهوم واحد لأحمد. الأولون ألغوا قيد النعل، والثاني جعل قيد النعل قيدا يعني يلحق به غيره. فقط أردت أن أبين هنا قال نصا مع أن الشيخ سلام نفى، الشيخ تقي الدين نفى وجود النص لأحمد في هذه المسألة. نعم. ولو ثبت بنفسه لكن يبدو بعضه لولا شده أو شرجه. نعم، شرجه بمعنى أنه يضم أجزاءه لبعض. نعم. كالزربول الذي له ساق ونحوه صح المسح عليه. نعم، يصح المسح في هذه الحالة لأنه يعني بعضه ثابت بنفسه وبعضه يحتاج إلى شد، مثل بعض الجزم التي تلبس الرياضية قد لا يثبت بعضه إلا بشد مثل أعلاه، ومثل الجزم الطويلة تسمى بسطارا فهذه لا تثبت إلا بشد، فهذه تجوز عندهم. نعم. ومن شرطه أيضا إباحته. نعم، هذا الشرط الثالث، مر معنا الشرط الأول ستر محل الفرض والثاني ثبوته بنفسه، والشرط الثالث إباحته بمعنى أن لا يكون محرما لعينه أو محرما لوصفه، فالمحرم لعينه كما سيأتي مثل النجس، والمحرم لوصفه مثل المستحق والمغصوب. فلا يصح على مغصوب وحرير. نعم، لأنه لا يجتمع إباحة وتحريم في محل واحد. ولو في ضرورة. ولو في ضرورة أي ولو جاز لبس الحرير لضرورة، والمقصود بالضرورة الحاجة، فإن الرجل يجوز له أن يلبس الحرير لحكة ونحوها، فيجوز أن يجعل خفه لحكة ونحوها لكن لا يمسح عليه. إذا مراده بضرورة هنا الحاجة التي جاء الإذن بها. كمن هو في بلد ثلج. نعم، والضرورة المطلقة سيريدها المصنف. كمن هو في بلد ثلج وخاف سقوط أصابعه. نعم. فإن صلى. نعم. فإن صلى أعاد الطهارة والصلاة. طيب، يقول كمن هو في بلد ثلج وكان قد وضع على رجله خفا مغصوبا أو حريرا وخاف سقوط أصابعه إن هو خلع ذلك الخف المغصوب، فيقول لا يجزئ مع ذلك، لكن إن صلى في هذه الحال فإنه يلزمه إعادة الطهارة والصلاة. ويصح على حرير لأنثى فقط. نعم، قوله يصح الحرير لأنثى لأنها مأذون له مأذون لها بذلك. طبعا قوله على حرير يعني خمار من حرير أو خف من حرير. نعم. ويشترط أيضا إمكان المشي فيه عرفا. هذا الشرط الرابع، وهو أن يكون الحائل الذي على القدم مما يمكن المشي فيه عرفا. وعندنا في هذا القيد مسألتان، مسألة الأولى أن المصنف عبر بالعرف
وفائدة التعبير بالعرف ليخرج لنا عدم إمكان المشي بالفعل. فإن الزمن كما مر معنا لا يمكنه أن يمشي بفعله، وإنما هنا المقصود بالعرف وليس باعتبار أحد الناس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول المصنف إمكان المشي به عرفا ليس له مقدار، فما دام الشخص عادة يمشون به المشي المعتاد لا يلزم أن يمشي عليه يوما وليلة، ولا يؤثر في ذلك إذا كان المشي عليه حافيا يشققه لرقته كالشراريب، فليس هذا مرادهم. وإنما مرادهم بإمكان المشي به عرفا أن يخرج ما لا يمكن المشي فيه عرفا، إما لكونه ثقيل كلكونه من حديد مثلا، أو لكونه إذا مشي به تكسر ولا يمشى به كزجاج، مثل رجل يجعل رجله في إناء من زجاج، وهذا يتصور في البرد مثلا حينما يضع الرجل رجله في كرتون، وقد فعل ذلك في الحج في سنوات ماضية، كان الحج شديد جدا وتعلمون أن الخوف منهي عنه، فكيف فعل بعض الناس يغطي رجله بكرتون ونحوه؟ هذا ليس خوفا ولا يمكن المشي به عادة، وإن مشى به خطوة أو خطوتين فحينئذ لنقول ليس محظورا من محظورات الإحرام ولا يجوز المسح عليه كذلك. نفس الحكم هنا مربوطة بتلك، لكن هذه الشراريب وإن كانت تتمزق وليست كالزجاج تتكسر فإنه يمكن المشي عليها. أنا قلت هذا لماذا؟ لأن بعضا من فقهاء الشافعية لهم تشديد أشد مما عند أصحاب أحمد، فقد يظن أن قول الشافعية هو قول الحنابلة في المسألة، ليس كذلك بل هو مختلف عنه. نعم. ولو لم يكن معتادا. نعم، قال ولو لم يكن معتادا، أي لا يلزم أن يكون هذا الخف اعتاد الناس بلبسه، أو هذا الحائل معتادا بلبسه، فقد يتغير عادة الناس، وهذا تحدث الآن عندنا ألبسة جديدة في القدم أشكالها وأنواعها ومسمياتها تتعدد. فدخل في ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها. نعم، فلو كانت الحائل الذي على الرجل من الجلد أو من اللبود وهي الصوف ونحوه، أو الخشب صنعت من خشب، أو الزجاج ممكن أن تصنع من زجاج، والحديد الحديد غير الثقيل طبعا، أو الزجاج الذي يتكسر بالمشي فإنه مستثنيان ونحوها. الآن عندنا كثير من الأحذية من 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 الألبسة التي تكون على الرجل مصنوعة من البلاستيك أو مصنوعة من النايلون أو من غيرها من المشتقات البترولية أو مشتقات من البتروكيماويات، فكل هذا جائز، فليس له شرط أن يكون من نوع معين، خلافا لبعض العلماء الذي يشترطون أن يكون من جلد. وطهارة عينه. نعم، هذا الشرط الخامس، أنه لا بد أن يكون طاهر العين لا نجسا، وهو داخل في الإباحة ولكن أفردوه للتأكيد عليه. نعم. فلا يصح على نجس ولو في ضرورة. نعم، ولو كان مضطرا إلى لبسه لبس النجس. فيتيمم معها للرجلين ولا يمسح ويعيد. طيب. قوله فيتيمم معها، أي إذا توضأ وكان على أحد أعضائه حائل نجس فيتيمم مع وجود هذا الحائل النجس، أي معها، أي مع وجود الضرورة التي تبيح لبس الحائل النجس للرجلين، ولا يمسح أي على الحائل لأنه نجس والمسح عليه يزيده نجاسة، ويعيد أي ويعيد الطهارة بعد ذلك إذا أزال ذلك الحائل، وإذا صلى فإنه يعيد الصلاة، لأن قاعدة الفقهاء كما سيأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة أن حامل النجاسة لا يعذر فيها للضرورة ولا لغيرها إلا في صورة سيأتي ذكرها. نعم. ولو مسى على خف طاهر العين لكن بباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه. طيب، يقول من مسح على خف طاهر العين، أي أنه طاهر العين ليس نجس العين، ليس من جلد ميتة ونحوها، وإنما النجاسة طارئة عليه، قال لكن بباطنه أو قدمه، أي طرأت نجاسة. شوف، والنجاسة ليست على ظاهره العلو الذي يمسح، وإنما النجاسة في باطنه أو قدمه، نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بنزعه، قدمه أي قدم المتوضئ، إلا بنزعه أي بنزع الخف، جاز المسح عليه أي على الخف، ويستبيح بذلك أي يستبيح بذلك الوضوء والمسح مس المصحف، مس المصحف لأنه يجوز أن يمس المصحف وإن كانت يعني في جسده نجاسة، وإن كانت في جسده نجاسة. والصلاة إذا لم يجد ما يزيل النجاسة، قوله إذا لم يجد ما يزيل النجاسة متعلق بالصلاة، وذلك أن
المذهب أن من كان في جسده نجاسة ولم يجد ما يزيل النجاسة فإنه يصلي على حاله ويعيد الصلاة، وبناء على ذلك فإنه يستبيح بذلك مس المصحف ويستبيح الصلاة بها لكن يعيد الصلاة. شوف، يعيد الصلاة بعد ذلك إذا كانت النجاسة أسفل القدم أو أسفل الخف. قال وغير ذلك، أي وغير ذلك من العبادات التي لا يلزم فيها الطهارة من النجاسة، مثل الطواف بالبيت، إن قيل إن الطواف بالبيت لا يشترط له التطهر من النجاسة، ومثل النوم لمن كان محدثا فإنه يخفف الحدث. نعم. ويشترط أن لا يصف القدم لصفائه كالزجاج الرقيق. نعم، هذا الشرط السادس، أنه لا يلزم أن يكون الخف لا يصف القدم. ومعنى أن لا يصف القدم، قالوا معناه أن لا يظهر حال القدم ولا يبين حالها، يعني حالها هيئة الأصابع وصفتها وما عليها من شعر إن كان عليها شعر أو جرح ونحوه. وأما جرم القدم فإنه معفو عنه، بل كل ما أمر بستره الأصل أنه يعفى عن جرمه. وقوله لا يصف القدم لصفائه، أي لشدة صفائه كالزجاج الرقيق، لم يكونوا يتصورون شيئا يكون صفاؤه إلا الزجاج، وأما الآن فإن صفاءه يزيد جدا من كثير من الأقمشة، فإن المرء قد لا يعلم من بجانبه أنه قد لبس حائلا على قدمه. زاد بعض المتأخرين غير الصفاء، قال لخفته أي رقته، وهو في معنى الصفاء، زاد هذه الشيخ عثمان. نعم. فإن كان فيه خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم ولو من موضع الخرز لم يمسح عليه. نعم، هذا استثناء من الشرط الأول، المناسب أن يجعله عند الشرط الأول، وقد اختصره بأن يكون ساترا لمحل الفرض، فمن باب مو بالاستثناء عفوا من باب فوات الشرط. نعم، هذا من باب فوات الشرط الأول فيعود الكلام له. قال فإن كان فيه، أي في الخف، خرق أو غيره، غير الخف غير الخرق ما هو؟ أن يكون واسعا أو أن يكون قصيرا، كما ذكرت لكم ثلاث أشياء، الخرق والسعة والقصر. يبدو منه بعض القدم، المراد بالقدم أي محل الفرض، الكعب وما دونه، ولو من موضع الخرز أي خرز الخياطة لم يمسح عليه. قوله يبدو منه بعض القدم، أي سواء كان الذي ظهر قليلا أو كثيرا، سواء كله يعني مؤثر في ذلك، يعني إنسان كان كثيرا أو قليلا، كبيرا أو صغيرا. فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح، وإن لبس خفا لم يحدث. طيب، قوله فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه، قد يكون واسعا لكن باللبس نظرا لأن رجله ليست كبيرة ينضم فلا يظهر من الرجل شيء، قال جاز المسح. طبعا هذه الخروق أريد بس أن أنتبه، لأني وجدت بعض الطلاب قد يعني يشك، المراد بالخروق قديما الخيط ليس برقة ودقة خيوطنا، وإنما ربما كان الخيط يصل إلى ملي أو من عرضه أو مليين أحيانا، تعرف الخيوط القديمة صناعة يدوية، فيكون محل الخرز واسعا وكبيرا ليس بالهين. أما الخيوط التي نتعامل بها الآن وتصنع فإنها دقيقة، فإنها معفون عنها ولا شك لأنها قليلة وصغيرة جدا. إنما مراد المصنف إذا كان الخرق محل الخرز أو الخيط استاسع سعة يظهر معها القدم. وإن لبس خفا لم يحدث حتى لبس عليه آخر وكان صحيحين مسح أيهما شاء، إن شاء الفوقاني وإن شاء التحتاني، بأن يدخل يده من تحت الفوقاني فيمسح عليه. نعم، هذه مسألة تسمى لبس الخفين، والخفان إذا لبسهم المرء فإن الأسفل يسمى الخف التحتاني والأعلى يسمى الخف الفوقاني. هذه صورها كثيرة جدا، شخص يلبس شرابين، شخص يلبس شرابا وجزمة أو حذاء، وهكذا كلها من صورة الخفين. عندنا لها طبعا، قبل أن أذكر الأحوال أريد أن أبين مصطلح، إذا عبر المصنف بكلمة صحيح في الخف التحتاني والفوقاني فإن مراده بالصحيح أي المستوفي للشروط السابقة، بأن يكون ساترا لمحل الفرض وبأن يكون يمكن المشي فيه وغير ذلك من الشروط المتقدمة. نقول عندنا أربع حالات، الحالة الأولى أن يكون الخفان الفوقاني والتحتاني كلاهما صحيح، الحالة الثانية أن يكون التحتاني صحيحا والفوقاني غير صحيح، الحالة الثالثة أن يكون التحتاني غير صحيح والفوقاني صحيح، الحالة الرابعة أن يكون كلاهما غير صحيح. إذن انتبه للحالات الأربع سيريدها المصنف،
وهو على سبيل الحصر لا يوجد غير هذه الحالات الأربع. بدأ المصنف بالحالة الأولى وهو أن يكون كلا الخفين صحيح، أي ساتر للمحل سوف الشروط السابقة. قال وإن لبس خفا فلم يحدث، عبر المصنف بقوله فلم يحدث لأنه مر وسيأتي أن من مسح على خف فليس له أن يمسح على الذي فوقه إذا ابتدأت مدة التحتان بالحدث، وقد مر معنا أن ابتداء المدة بالحدث. إذن فقوله فلم يحدث أي لم تبدأ المدة للتحتان حتى لبس عليه آخر، أي قبل ابتداء المدة، وكان صحيحين. هذه الحالة الأولى بأن توفرت فيهما في الخفين معا التحتان والفوقان الشروط السابقة. قال مسح على أيهما شاء، إن شاء الفوقان وإن شاء التحتان، ثم بيّن صفة المسح على التحتان فقال بأن يدخل يده من تحت الفوقان فيمسح عليه، يدخل يده من غير خلع فيمسح على التحتان، يجوز له ذلك. إذن هذه الحالة الأولى، إذا كان صحيحين فهو مخير يمسح على أيهما شاء. نعم. ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين دون الأخرى جاز المسح عليه وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى. نعم، عبر المصنف هنا بالجرموق بناء على المعنى الذي أورده الجوهري وذكرت لكم، وهو أن الجرموق يلبس فوق الخف، وهذا يدل على أن هذا معنى صحيح فينحل به ما قد يورد من إشكالها في هذه الجملة. قوله ولو لبس أحد الجرموقين يعني أن قدميه عليهما خف، كل واحدة من القدمين عليها خف، ثم لبس أحد الجرموقين دون الآخر، فقال ولو لبس أحد الجرموقين في إحدى الرجلين دون الأخرى، إذ الأخرى عليها خف فقط، جاز المسح عليها أي على الرجل التي لبس عليها الجرموق وعلى الخف الذي في الرجل الأخرى، يعني لو جاءت الصلاة بعدها فيمسح على جرموق، وأما الثانية فيمسح على الخف أو الشراب فيخلع الجرموق أو الحذاء ويمسح على السفل منهما. وضحت الصورة وهي واضحة جدا، هذا ما في إشكال، وكل هذا متعلق بصورة إذا كان صحيحين. نعم. فإن كان أحدهما صحيحا جاز المسح على الفوقاني ولا يجوز على التحتاني إلا أن يكون هو الصحيح. نعم، هذه المسألة تشمل الصورة الثانية والثالثة، لأشرح الصورتين ثم نأتي لتحليل كلام المصنف. قلت لكم الصورة الثانية أن يكون التحتاني أو الفوقاني هو الصحيح. الصورة الثانية بترتيب الثاني التحتاني أكيد. ما كتبت شيء أنت؟ لا، اللي كتب معي أنت ما كتبت شيء، لا تجيبها من راسك. تحتاني عشان ما أخبطكم، التحتاني هو الصحيح. قلنا الصورة الثانية أن يكون التحتاني هو الصحيح والفوقاني هو غير الصحيح، بمعنى أن يكون الفوقاني ليس ساترا محل الفرض. من أظهر الأمثلة في ذلك إذا كان لابسا شرابا يستر محل الفرض وتحته حذاء ليس ساترا محل الفرض وإنما تحت الكعب، فيقول الفقهاء يجوز له أن يمسح على الفوقاني ويجوز له أن يمسح على التحتاني معا، فهو مخير كذلك بينهما. الحالة الثالثة أن يكون التحتاني غير صحيح، يكون من الشراريب القصيرة التي تحت الكعب، والفوقاني صحيح، فيجوز له المسح على الفوقاني فقط دون التحتاني. إذن هما حالتان أوردهما المصنف في الجملة التي قرأها القارئ قبل قليل. ننظر في كلام المصنف، يقول فإن كان أحدهما أو كان أحدهما، لأن الثاني منصوبة، فإن كان أحدهما صحيحا أي أحد الخفين سواء الفوقاني أو التحتاني جاز المسح على الفوقاني في الحالتين ولا يجوز على التحتاني. متى؟ إذا كان التحتاني هو غير الصحيح، إلا أن يكون هو الصحيح فيجوز حينئذ المسح على التحتاني ويجوز المسح على الفوقاني. نفس الكلام إذا قلته، لكنه أتى بها المصنف في جملة واحدة توضيحها بمعرفة أن هذه الجملة تشمل صورتين، أحد الخفين صحيح والثاني غير صحيح. نعم. وإن كان مخرقين وسترا لم يجز المسح، هذه الحالة الرابعة، بأن يكون الخفان كلاهما ليس بصحيح، بمعنى أن كلا الخفين ليس بساتر، وله حالتان، إما أن يكون مجموع الخفين لا يستر المحل، كلا الخفين مشقوق من أمام الأصابع تظهر الأصابع، فهذا واضح بلا إشكال أنه لا يجوز المسح عليه لظهور جزء من الرجل،
الصورة الثانية أن يكون مجموعهما ساترا، مجموعهما ساترا. فالفقهاء يقولون إنه لا يجوز المسح عليه، لأن كل واحد من الخفين على سبيل الانفراد لا يجوز المسح عليه ولا ينظر لمجموعهما لأنهما خفان منفصلان. قالوا مثل ما قلنا إن الخف إذا لم يكن قد ثبت بنفسه وإنما يثبت بربط أو شد لا يصح المسح عليه، فكذلك هنا فيكون الخف الثاني بمثابة الربط والشد، إذ لا يثبت ويستر، لا يستر المحل كاملا إلا بإعانة الثاني فلا يصح، فيكون شبيها باللفائف. هذا قولهم، وقول غيرهم الرواية الثانية يعني واضحة، ولا أريد أن أذكر الرواية الثانية لأن لعله يكون لها محل آخر. نعم. وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر. نعم، قوله وإن نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر لأنه لم يمسح عليه، فلم تبتدئ المدة في حقه حينئذ. مثال ذلك رجل لبس شرابا ثم لبس فوقه حذاء، فلما أراد المسح نزع الفوقاني ومسح على التحتاني بنزع. الصورة التي أوردها المصنف يمسح على التحتاني بإدخال يده، هنا نزع بالكلية فلا يؤثر حينئذ لأنه مسح على التحتاني. فكل مسح على التحتاني لبس فوقه فوقاني كالحذاء يفسخ الحذاء ويصلي، وهذه معلومة عندنا جميعا. نعم. وإن أحدث ثم لبس الآخر أو مسح الأول ثم لبس الثاني لم يجز المسح عليه. نعم، هذا واضح. يقول إنه إذا أحدث ثم لبس الآخر بعد الحدث لا قبله فإنه لا يجوز المسح على العلوي لأنه لم يلبسه على كمال طهارة. قال أو مسح الأول ثم لبس الثاني، لبس الثاني أيضا لا يصح من باب أولى، إذا قلنا إنه قد ابتدأ الاعتبار بابتداء المدة فمن باب أولى إذا كان قد مسح. لم يجوز المسح عليه في الحالتين، بل على الأسفل فقط ولا يجوز المسح على الأعلى. نعم. وإن نزع الممسوح الأعلى لزمه نزع شيخنا. أحسن الله إليكم. وإن نزع الممسوح الأعلى لزمه نزع التحتاني. نعم، إذا كان قد مسح على الأعلى ثم نزعه فإنه حينئذ يلزمه نزع التحتاني ولا يجوز له المسح على التحتاني وإن كان ساترا محل الفرض بأن كان صحيحا. إذن نزعه للأعلى كأنه نزع للخف بالكلية، وينبني على نزع الخف انتقاض الطهارة وانتهاء وانقطاع المدة ولا شك. وقشط ظهارة الخف بعد المسح عليه لا يؤثر. نعم، قوله الظهارة، الظهارة هو ما يقابل البطانة، قطعة الجلد سواء كان صناعيا أو طبيعيا له ظهارة وبطانة، قد تنقشع الظهارة الظاهرة هذه وتبقى البطانة. يقول وقشط ظهارة الخف إذا بقيت البطانة، لابد أن نقول بقيت البطانة، لكن لو انقشعت الظهارة مع البطانة وظهر جزء من الرجل فإنه حينئذ نقول إنه قد انقطعت المدة وانتهت. قال وقشط ظهارة الخف بعد المسح عليه لا يؤثر لأن الباقي يصح المسح عليه لأنه ساتر لمحل الفرض. نعم. ويمسح صحيحا على لفافة لا مخرقا عليها ولا لفائف وحدها. طيب انظر معي، هذه تحتاج إلى تقدير هذه الجملة لفهمها. قوله ويمسح صحيحا أي يمسح خفا صحيحا أو جرموقا صحيحا مما يلحق بالخف. ومعنى قوله صحيح قلناها قبل قليل بأن يكون ساترا لمحل الفرض ثابتا بنفسه إلى آخر، ويمكن المشي به عادة إلى آخر الشرط. إذا هنا واضح الجملة. قوله على لفافة أي لبس الخف أو الجرموق أو الجورب الصحيح وتحته لفافة، فيكون التحتان ما هو اللفافة، والفوقان خف توفرت فيه شروط المسح وهو صحيح أي توفرت فيه جميع الشروط فيجوز المسح عليه. قال لا مخرقا عليها أي على اللفافة، مثل ما قلنا قبل قليل إذا كان ملفقا بين خفين كلاهما غير صحيح المسح عليه، فمثل هذه المسألة إذا كان السفل الرجل أو الأسفل هو اللفافة وفوقها خف فإذا كان الخف مخرقا لا يجوز المسح. قال ولا لفائف وحدها، هذا مشهور المذهب، وكما أعبر لكم من الآن كررتها قبل، إذا أطلقت مشهور المذهب معنى أن فيها خلافا قويا في المسألة، وغالب الخلاف القوي إذا عبرنا بالمشهور يخالفه الرواية الأخرى التي اختارها الشيخ تقي الدين وتلاميذه وخاصة السبع المشهورين ابن القيم وابن مفلح، استظهروا ابن مفلح وابن رجب وشمس الدين الزركشي وابن قاضي الجبل وقرين الشيخ تقريبا وإن عد من تلاميذه وهو الشيخ مسعود الحارثي. ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه مرة دون أسفله. نعم، وعقبه في ذكر صفة المسح
فقال ويجب أي لا يجزئ أقل من ذلك مسح، عبر مصنف بالمسح فيدل لا بد من المسح، ومر معنا أن مسح الرأس لا بد من إمرار اليد أو ما يقوم مقام اليد كالخرقة ونحوه، لا بد من الإمرار وسيأتي أثره بعد قليل. وقوله أكثر يدلنا على أنه لا بد من مسح أكثر الأعلى، وبناء عليه فإنه لو مسح أقل من الأكثر لم يجزئ، والمراد بالأكثر ما زاد عن النصف، فكل ما كان أكثر من النصف فهو أكثر، فلا بد أن يمسح أكثر من النصف أكثر الأعلى، وسأضربه أو سأشرحه بتفصيل بعد قليل. طيب، إذن هذا المفهوم الأولى الأول، وهو أن مسح الأقل من الأكثر وهو ما نقص عن النصف ليس بمجزئ. المفهوم الثاني ما زاد عن الأكثر، سكت عنه المصنف وهو مفهوم موافقة لكنه ليس أولويا، فنقول ليس بواجب بل وليس بمندوب، فلا يستحب مسحه أي مسح الخف كاملا، لا يستحب مسحه كاملا، وإنما هو جائز، وإنما الواجب هو مسح أكثره. وقول المصنف أعلى خف، الأعلى يقابله أمران، أسفل الخف الذي يمشى عليه وعقب الرجل الذي يكون خلف الرجل يعني خلف الكعب، فإنه لا يشرع مسحه ولا يستحب كما في حديث علي رضي الله عنه. قوله خف ونحوه، المراد بنحوه أي ما يلحق بالخف لا مطلق الحوائل، لأن الجبيرة والعمامة والخمار لهما حكم منفصل مرة، ولا يستحب التكرار كما مر معنا في المسح على الرأس، فإنه المستحب مرة دون أسفله وعقبه، دون أسفله وعقبه هذه تقابل الأعلى. فلا يجزئ مسحهما بل ولا يسن مسحهما أي مسح الأسفل والعقب إذا مسحهما دون الظهر، إذا لا يجزئ إذا مسحهما دون الظهر ولو كانت الأكثر. بل ولا يسن، بل ولا يسن مسحهما مع الظهر، إذن لا يجزئ دون الظهر ولا يسن مع الظهر. وتكره الزيادة عليها، عليها أي على المسحة الواحدة مثل ما قلنا أيضا في الرأس، لأن القاعدة أن الممسوحات مرة واحدة. فيضع يده مفرجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه ثم يمرهما على مشطي قدميه إلى ساقيه، فإن بدأ من ساقه إلى أصابعه أجزأه. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن الصفة المندوبة للمسح على الخف، وهذه الصفة هي ظاهر الحديث وقد جاء فيها الأثر عن الحسن البصري. قال فيضع يديه، قوله يضع يديه أي معا، وهذا هو ظاهر كلامهم أن المسح يكون معا على القدمين، اليد اليمنى على اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، وهو ظاهر السنة كذلك. قال فيضع يديه مفرجتي الأصابع، لماذا تفرج الأصابع؟ لكي تكون مارة على أكثر موضع يمكن المرور عليه من ظاهر القدم، على أطراف رجليه، يعني يبتدئ بأطراف أصابع رجليه، هو في الحقيقة لا يمس أطراف الأصابع لأنها مغطاة بالخف ونحوه كالجورب، وإنما على ما ستر أطراف الأصابع، فيبدأ من أطراف الأصابع ثم يمرهما أي يمر أصابع يديه على مشط قدميه إلى ساقيه أي يشرع بساقيه، وقد جاء في الخبر حتى خط خطوطا، فتكون خمسة خطوط على خفه أو على جوربه. ثم قال فإن بدأ، هذا صفة جواز، فإن بدأ من ساقه أي من الأعلى إلى أصابعه أجزأ، بل كل صفة يمسح بها أعلى الخف يجزئ، بيده أو بخرقة، بأصابعه الخمسة أو بإصبع واحد، كيف يجوز أن يمسح بإصبع واحد؟ ليس يمر بالإصبع الواحد على المحل كله لأنه لا يمكنه ذلك إذ يذهب البلل، وإنما يكثر بل إصبعه فيمسحه على أكثر الموضع، لكن لا بد من المسح كما مر معنا. نعم. ويسن مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. نعم، أي معا، هذا ظاهر كلامهم وهو ظاهر السنة أن يكون المسح فيهما معا. وفي التلخيص والترغيب يسن تقديم اليمنى. نعم، التلخيص هذا للشيخ فخر الدين بن تيمية، وهو كتاب جليل جدا، وجدت قطعة منه تتعلق بالبيوع، وميزة التلخيص الشيخ فخر الدين عليه رحمة الله من 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 مما يتميز به أولا التقسيم، فهو معني بالتقسيم. الأمر الثاني معني بالتقعيد وخاصة في التلخيص، وإن لم نقف على كتابه إلا أن النقل أبي الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى عنه في القواعد يدل على أنه معني بجانب التقعيد في التلخيص، مما يتميز به أيضا أن هذا الكتاب يأتي بعباراته هو، إذ كثير من الفقهاء براءة لذمته وسلامة من الخطأ فإنه ينقل العبارات كما هي،
بينما الفخر فإنه يحرر عبارته من عنده مع فهم. نعم قد من يحرر العبارات قد يخطئ مثل صاحب الرعاية أحيانا، ولكن عبارات التي تنقد على صاحب التلخيص أقل من ذلك. قال يسن تقديم اليمنى أي على اليسرى، هذه تحتمل احتمالين، إما مطلقا وإما الاحتمال ذكرنا هناك في مسح الأذن إذا مسح إحدى رجليه قبل الأخرى، وهذا هو الظاهر. نعم. وحكم مسحه بإصبع أو إصبعين إذا كرر المسح بها حتى يصير المسح مثل المسح بأصابعه. نعم، أي جائز وصحيح كما مر معنا. نعم. أو بحائل، أي يمسح بحائل يأتي بخرقة يبللها ونحو ذلك، كخرقة ونحوها. وغسله حكم مسح الرأس. نعم، قوله وغسله، لعلها وغسله، صير وغسله حكم مسح الرأس، أي أن غسل الخف يأخذ حكم مسح الرأس. وصورة ذلك أن الرجل يتوضأ فإذا وصل إلى خفيه لم يمسح عليهما وإنما غسلهما بالماء، مر الماء على حذائه مثلا الذي يجوز المسح عليه، فيأخذ حكم مسح الرأس. ما الذي يأخذ فيه؟ نقول أولا أنه ليس مندوبا، بل هو خلاف الأولى أو مكروه، هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنه لا يجزئه إلا أن يمر يده أو شيئا فيمسح، إذ لا بد مع المسح من الإمرار، فلا بد أن يمر مع الماء شيء، فلا بد حينئذ من هذا الحكم. نعم، على ما تقدم، أي في المسح الرأس. ويكره غسله. ويكره غسله أي غسل الخف، ليس مطلقا وإنما غسله عند إرادة مسحه. وإن كان من الشراح من قال المراد يكره غسله مطلقا لأن فيه إفسادا، طبعا هذا ليس على إطلاقه، لأن بعض الأحذية تغسل، مثل الآن عندنا هذه البلاستيكية تدخل بها البحر وهكذا، فأصبح الناس يعتادون غسلها، فلا نقول إنها مطلقة، ولكن نقول مراد المصنف فيما يظهر غسله عند إرادة إكمال الوضوء بمسح الخف. نعم، مثل ما قلنا غسل الرأس أنه يكره. نعم. ويصح مسح دوائر أكثر عمامة دون وسطها. نعم، هذا يتكلم المصنف عن صفة مسح العمامة، والعمامة جاء فيها أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة في جواز المسح عليها. قال ويصح، تعبير المصنف ويصح يعني لو عبر المصنف بقوله ويجزئ لكان أصح، لأنه يتكلم عن الحد الأدنى الذي يجزئ. قال ويصح مسح دوائر أكثر العمامة، العمامة تلف على الرأس كدوائر، بخلاف القلانس فإنها توضع من غير لف على الرأس ولذلك لا يمسح عليها. هذه العمامة التي تلف على الرأس يصح ويجزئ المسح عليها إذا مسح أكثر دوائرها، ولا يلزمه مسح كل لفائفها ودوائرها، ما يلزمها أن يمسح الكل لأنها شاقة جدا، وإنما يمسح الأكثر، والعبرة حينئذ بأكثرها لوجود المشقة، وخاصة إذا كانت العمامة كبيرة، فبعض البلدان يلبسون عمائم كبيرة، ومنهم بعض الشاميين قديما، فقد كان بعضهم يجعل عمامته لحافا له إذا أراد أن ينام، ولذلك كانت العمامة قماشا طويلا لها قيمة. وتعرفون قصة سرقة عمامة الموفق رحمه الله تعالى، لما ظن لأنهم يجعلون فيها الذهب من كبر بعض يعني من زيادة حجم بعض العمائم، وإن كان الفقهاء يكرهون تكبير العمامة لأنها يعني إتلاف للمال من غير حاجة. قال دون وسطها، المراد بالوسط ليس وسط الرأس، وإنما المراد بالوسط الطيات الداخلية التي لا تكون ظاهرة. إذن الوسط المراد به الطيات الداخلية التي لا تكون ظاهرة، فلا يلزم ولا يشرع مسحها. ثم شرع في ذكر شروط العمامة التي يجوز المسح عليها فقال إذا كانت مباحة. نعم، هنا قوله مباحة تشمل الشرطين السابقين، ليست بنجسة وليست بمغصوبة أو مستحقة، فهنا شامل المعنيين، وقد ذكرت لكم هناك في الخف أنه فصلها المصنف من باب التأكيد. محنكة أو ذات ذؤابة. نعم، قوله محنكة أو ذات ذؤابة، المحنكة هو أن يجعل طرف العمامة تحت حنكه فيربطها مثل اللطمة، فإنها تسمى محنكة. ذات الذؤابة أن يجعل طرف العمامة إما خلف ظهره وهو الأكثر، أو يجعلها من أحد الجانبين، يعني أين يكون طرفها أمرها سهل.
الآن بعض الناس قد يجعل الطرف من جهة الرأس وهذا غريب، ولا أدري هل هو من عادة العرب قديما أم لا، ولكن المعروف عندهم أنها تكون الذؤابة إما خلف الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف، فقد عمم عبد الرحمن بن عوف وأرخى عمامته شبرا وجعلها بين منكبيه أي خلف ظهره، وأما ما يفعل بعض الناس الآن يجعلها فوق رأسه فتكون مثل يعني الديك، فهذه مستنكر، وخاصة أنها أصبحت الآن شعارا لبعض أهل البدع مثل القاديانية، شعارهم أنهم يجعلون رأسهم بهذه الصفة. المقصود أن المراد بذات الذؤابة ما ذكرت لك. ما الذي يقابل هذه العمامة؟ هي العمامة التي يسمونها بالصماء، العمامة الصماء هي التي ليست محنكة ولا ذات ذؤابة. والصماء نوعان، إما أن تلف وإما أن تكون جاهزة، وعبرت بالجاهزة لأن أغلب العمائم الآن الموجودة في بعض البلدان العربية جاهزة، يفسخ يعني يلبسها ويخلعها ولا يحلها مدة أشهر حتى تتسخ كمال التسخ، ثم يغسله ويذهب بها لشخص معين يلفها له، إذ ليس كل أحد يحسن لفها، فيلفها ويجعل فيها مسامير أو دبابيس، هذه الدبابيس تثبتها. كلا الحالتين تسمى عمامة صماء، يجعل تحتها طاقية أو طربوشا ثم يلبسها ويخلعها. العمامة الصماء على مشهور المذهب لا يجوز المسح عليها. ما الدليل؟ قالوا أمران، الأمر الأول أنها لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ورد في المسح على العمامة مخصوص بعادته وعادة العرب، ولأن هذا المسح على العمامة على خلاف القياس، وما كان خلاف القياس فإننا نقف عند مورد النص ولا نجاوزه. الأمر الثاني أن هذه العمامة الصماء يكره لبسها، لما ورد عند أبي عبيد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسها، فقد نهى عن الاقتعاط في العمامة، قال وهي الصماء، والنهي هنا نهي كراهة لا نهي تحريم، والنهي هنا نهي كراهة لا نهي تحريم، وكل ما كان مكروه اللبس فإنه لا يمسح عليه، هذا قول فقهائنا رحمهم الله تعالى. هناك رواية أخرى اختيار الشيخ تقي الدين أنهم إذا اعتاد الناس لبس العمامة فإنه حينئذ الصماء يعني فإنه يجوز المسح عليها حين ذاك، هذا قول آخر، ولكن المشهور أنه لا يجوز، والأقرب الأخذ برواية المذهب فإنها الأحوط، وخاصة أن العمائم الصماء الآن في عصرنا أغلبها سهل النزع جدا، فإنهم يلبسها كهيئة الطربوش ويخلعه ثم يعيده، فالمسح عليها الأولى عدم المسح وهو الأحوط والأتم ولا شك. نعم. قوله كبيرة كانت العمامة أو صغيرة، لا عبرة بحجمها حتى لو كانت صغيرة، عندنا الآن كثير من الناس عندما يلبس هذه الغترة يلفها على رأسه، فإذا لف الغترة على رأسه صارت عمامة، عندما تذهب للبر، عندما تكون في عمل مهنة في بيتك، كثير من الشباب عندما يأتي عمل بيت يلفها على رأسه، عندنا بعض المناطق في المملكة في أغلب الأحوال يلفون هذه الغتر على رأسهم فحينئذ تكون عمامة. والمعروف عن العرب قديما أنهم إذا كانوا في البادية أو في الحر جعلوا العمامة على هيئة خرقة مثل الغترة التي نلبسها الآن، فجعلوها على رؤوسهم، وإذا كانوا في حال برد أو في حال عمل لفوها فصارت عمامة. فهذه اللبسة جعل الغترة على الرأس بهذه الصورة، هذه من لبسة العرب قديما وهي عمامة، لكن لا يمسح عليها لأنها غير ملفوفة على الرأس كهيئة العمائم، فهذه من لبسة العرب، والثاني من لبسة العربي كذلك، ولكن يتغير اللون ويتغير الشكل من حيث مثلث أو مربع أو مستطيل، والأمور تتغير كما تعلم. أنا قصدي من هذا أن هذه إذا لفت على الرأس صارت عمامة ولو لم تكن معتادة، للشخص بنفسه أن يفعل ذلك، طبعا بشرط التحنيك أو الذؤابة، هذا الشرط لا بد منه. نعم. الشرط الثالث لذكر لا أنثى، قوله لذكر لا أنثى، هذا تكلمت عنها قبل، وأن العمامة لا يجوز ولو لبستها المرأة على مشهور المذهب لا يجوز لها أن تمسح عليها، ولو لبستها لضرورة برد وغيره. نعم، ضرورة برد في البرد لكي يدفئ، لأن الضغط على الجسم يكون يدفئ، وخاصة الرأس أو غيره، بأن تكون قد جعلت شيئا على رأسها دواء أو نحوه كالصبخة وغيرها، ولفت هذه العمامة على رأسها أو ألم رأس، فإنه لا يجوز لها المسح عليه. نعم. بشرط سترها لما لم تجري العادة بكشفه. نعم، هذا الشرط الرابع، أنه لا بد أن يكون العمامة ساترة بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه. وما الذي جرت العادة بكشفه؟ إما مقدم الرأس، بعض الناس دائما يخرج ناصية شعره، هذه شبه الطاقية، وتوجد أيضا في العمامة، الذي يلبس العمائم قد يظهر ناصية شعره،
وكذلك جانب الرأس، فإن العادة جارية أنها تنكشف، أو آخر قفا الرأس وليس قفا الرقبة فإنه ليس من الرأس، قد ينكشف بعضها بما جرت العادة به، وهذا راجع إلى العادة. ولا يجب أن يمسح معها ما جرت عادة بكشفه. نعم، ما جرت العادة بكشفه لا يجب مسحه لظاهر الحديث، وإنما يمسح العمامة وحدها. نعم، بل يسن ويجب ذلك خروجا من الخلاف. نعم، ويجب مسح جميع جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة. نعم، الجبيرة لا يلزم مسح ظاهرها، لا يجزئ مسح ظاهرها فحسب، بل يجب مسح جميعها. وقوله جميعها إذا كانت الجبيرة على محل الفرض، وأما إذا كانت زائدة عن محل الفرض فرض الوضوء، فإنما زاد عن محل فرض الوضوء فإنه لا يلزم مسحه. إذن قوله ويجب أي وجوبا بخلاف الخف، فإنه يمسح ظاهره دون باطنه. وقلنا جميع الجبيرة إذا كانت على محل الفرض دون ما جاوزه. لم تجاوز قدر الحاجة، أريد أن ننتبه لمسألة سأورد تقسيما، هذا التقسيم نعرف به صور الجبيرة. عندنا قيدان، أن تكون الجبيرة وضعت على طهارة، والقيد الثاني أن تكون الجبيرة وضعت لحاجة. فعندئذ تصبح عندنا ثلاث صور. الصورة الأولى أن تكون الجبيرة وضعت على طهارة ولم تزد على قدر الحاجة، الصورة فهنا لا شك أنه يمسح عليها. الصورة الثانية أن يكون قد وضعها على طهارة وقد زادت عن قدر الحاجة، ولم يمكنه حل الجبيرة لأجل ضرر عليه، ففي هذه الحالة يمسح عليها ويتيمم مع المسح. الحالة الثالثة أن يكون قد لبس الجبيرة على غير طهارة، سواء كانت على قدر الحاجة أو على غير قدر الحاجة، وفي نزعها مشقة عليه، فحينئذ فإنه يتوضأ ويمسح عليها ويتيمم كذلك. هذه سيذكرها المصنف بعد قليل. قال الشيخ ويجب مسح جميع الجبيرة، المسح كما مر معنا كما سابقا لا بد فيه من إمرار اليد على الجبيرة أو ما يقوم مقام اليد كالحائل وغيره، وأن يكون معه ماء طهور. لم تجاوز قدر الحاجة، قوله قدر الحاجة تشمل أمرين: موضع الحاجة وهو الكسر أو الجرح، ويزيد عليه بما لا تثبت الجبيرة إلا به، فإن الجرح لا بد أن تثبت بوضعه على اليمين والشمال كاللصق الجروح، هذا البوليستر العادي أو غيره، فقد يكون ما يثبت به أكثر من موضع الجرح، فما دام أنها لا تثبت عادة إلا به فإنه يكون قدر حاجة كذلك. إذن قدر الحاجة يشمل موضع الحاجة وما لا تثبت إلا به، مجموع الأمرين يسمى قدر الحاجة. قال ويجزئ من غير تيمم إذا وجد الشرطان، الشرط الأول وضعها على طهارة، والشرط الثاني أن تكون على قدر الحاجة ولم تزد عن قدر الحاجة. قال فإذا تجاوزت، أي تجاوزت قدر الحاجة الذي ذكرناه بقيديه، وجب نزعها، أي نزع الجبيرة وجوبا. فإن خاف من نزعها تلفا لعضو من أعضائه أو لجسده كاملا أو ضررا عليه، والضرر يكون بتأخر البرء أو زيادة الألم ونحو ذلك، تيمم لزائد، أي تيمم ليس عن العضو كله وإنما تيمم للزائد فقط، فيمسح عليه ثم بعد المسح يتيمم حال العضو الذي عليه الزائد، ثم بعد ذلك يكمل وضوءه ويصلي ولا تلزمه إعادة الصلاة. نعم، بسرعة عشان الوقت أخرنا. ويحرم الجبر بجبيرة نجسة كجلد الميتة والخرقة النجسة وبمغصوب، والمسح على ذلك باطل. نعم، هذا واضح، قوله والمسح على ذلك باطل لا يجزئ، فيجب عليه أن يخلعها وأن يتوضأ. نعم. وكذا الصلاة فيه كالخف النجس، وكذلك الحرير لذكر ودواء وعصابة ولسوق على جرح وجاع، ولو قارا في شق أو تألمت إصبعه فألقمها مرارة كجبيرة. نعم، يقول وكذلك الصلاة فيه، أي في الخف النجس كالخف. نعم، وكذلك الصلاة فيه يأخذ حكم الخف النجس تماما، والخف النجس أيضا كذلك يأخذ حكم الجبيرة النجس عفوا. نعم، قال وكذلك الحرير لذكر، فلو جعل جبيرة من حرير وكان ذكرا فإنها لا تجزئه. قال ودواء، هذه جملة مستأنفة، يعني جملة مستأنفة تماما ليس لها تعلق بالنجس، وإنما أراد المصنف أن يقول ما الذي يلحق بالجبيرة. الجبيرة قد تكون من قماش، وقد تكون من
خشب وقد تكون من جبس، وهناك أشياء تأخذ حكم الجبيرة. ما هي؟ قال الدواء. لو أن رجلا على يده حريق، والحريق تعرفون يجعل عليه دواء يكون له جرم، فهذا الدواء الذي يجعل على الحريق إذا أمكنه المسح عليه من غير ضرر على جسده فإنه يقوم مقام الجبيرة. فبعض الأدوية يكون لها جرم كبير، هذا الجرم نقول ينزل منزلة الجبيرة فيجوز المسح عليه. أما إذا لم يكن على اليد دواء وإنما مكشوفة ويضرها الماء ويجزئها المسح فقط، فإن كثيرا من العلماء ومنهم الشيخ تقي الدين يقول يجزئ المسح على المحل إذا كان مكشوفا ويضره الغسل. وأما المتأخرون فلهم اتجاهان، بعضهم يمنع وبعضهم يصحح. قوله وعصابة أي إذا عصب رأسه لأجل جرح أو لأجل ألم صداع وفي نزعه مشقة عليه فيجوز المسح عليه عند الوجه مثلا. قال ولصوق على جروح، يعني عنده لصق على جرح فإنه يأخذ حكم الجبيرة. قال أو وجع، عنده ألم ووجع فجعل عليه هذا اللصق. هناك لصوق قديمة يجعل فيها أدوية معينة من اللصوق التي الآن تجعل للألم، اللصوق التي تخفض الحرارة تجعل على الجبين فتخفض الحرارة وتخفف الألم فتكون مهدئة. ومثلها أيضا اللصوق التي تجعل على الظهر ونحوها، أيضا هي من هذا النوع فيها مواد مهدئة وهي معروفة قديما. من هذه اللصوق أيضا التي تكون لأجل حاجة التداوي، مثل اللصوق التي تجعلها المرأة أو بعض النساء لأجل منع الحمل فيكون فيها هرمونات فهي من باب التداوي فهي حاجة، فحينئذ يجوز المسح عليها فتأخذ حكم الجبيرة. منها أيضا من وضع لصق النكتين على يده ولأجل التداوي ليفتك من ضرر التدخين، فهذه حاجة التداوي لانفكاك من هذه العادة السيئة فيجوز المسح عليه. عندي هنا في ضبط هذه الكلمة الأخيرة قوله أوقارا في شق. قوله أوقارا في شق في ضبطها احتمالا. الاحتمال الأول بالتسهيل للراء قارا كما نطقها القارئ جزاه الله خير، وهذا صحيح فتكون من القار، القار القار الذي يذاب هذا الأسود فيجعل في شقوق الجلد، يعني القار يجعل وإلى الآن يجعل للإبل لقتل بعض الدواب التي تكون على جسدها مثل بعض يسمونها القراد وغيره يجعل لها قار. بعض الناس قد يكون فيه بعض الأمراض قديما فيعالج بهذا القار، وهذا صرح به ابن مفلح وابن قندس بأنه القار المعروف. فيقول ابن قندس معناه أن القار يغلى على النار ثم يجعل في الشق فيصير كالكي، فيكون كالكي لذلك الموضع فيسبب غليانه ذلك، وبناء على ذلك فتكون بالتسهيل. وذلك قالوا يكره العلاج بالقار لأنه يكون حارا. لماذا بينت هذا الشيء؟ لأن من المعاصرين من يقول إن ضبط هذه الكلمة بالتسهيل تصحيف مضحك فليست من القار، وأنكر على بعض المعاصرين الذين ضبطوها بذلك وهو الشيخ عبد الغني عبد الخالق في ضبطه المنتهى، وقال إن الصواب أن يكون قارا بالتشديد بمعنى أنه ثابت في المحل أو دواء ثابت في المحل، فيكون قوله قارا صفة للدواء فيكون دواء قارا، وهذا محتمل في كلام بعضهم، لكن ما نقول إن الاحتمال الأول غلط وإنما نقول هو محتمل، هو محتمل احتمال الأول والثاني محتمل وإن كان ظاهر كلامهم الأول. نعم. قال أو تألمت إصبعه، ويصح كسر الهمز وفتحها كما تعلمون، فألقمها مرارة. إلقامها مرارة هذا جاء بها الحديث، فقد جاء أن ابن عمر رضي الله عنهما جرح إبهامه فألقمها مرارة. ما هي هذه المرارة؟ ابن قتيبة في غريب الحديث قال إن المرارة هي المصران، فكان قد جعل المصران الحيوان مصران الأمعاء الغليظة تسمى المصران فجعلها على إصبعه، وهذا من العلاج عند العرب أنهم يجعلون المصران أول ما تذبح على وهي حارة على الجرح أو على لدغ العقرب ونحوها ليمتص ما فيها، فهذه طريقة. وقد رد على ذلك ابن الأثير وقال هذا غير صحيح مع أنه موجود في علاج العرب جعل المصران. طيب ما هو الاحتمال الثاني الذي مشى عليه هو؟ الذي مشى عليه ابن الأثير هو ما ذكره الحربي في غريب الحديث وهو أيضا محتمل،
أن المراد بالقار ها هنا قال دقيقة، وفي بعض الكتب رقيقة، ولكن الذي في غريب الحديث بالدال دقيقة، فيها ماء أخضر موجودة في كل ذي روح إلا الجمل فليس فيه ذلك. هذا يعني قريبة من الطحالة فيما يظهر لي، هذا مراده فتجعل العلاج. لكن الذي نعرفه الآن عند الناس وخاصة البادئ العلاج بالمصران كما قال ابن قتيبة، ويحتمل ما ذكره الحربي، والحربي إمام ولا شك من أئمة العلماء في الحديث والفقه وغيرها. نعم. ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة، أو رأسه وفحش فيه، أو انتقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة، أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه، أو انقضت مدة مسح ولو متطهرا، أو في صلاة استأنف الطهارة وبطلت الصلاة. نعم، هذه الأسباب التي أوردها المصنف هي التي يكون بها انقطاع مدة المسح، فلا يجوز بعد وجود أحد هذه الأسباب المسح على الحائل. أول هذه الأمور قال متى ظهر بعض قدمه إذا كان عليها خف فلا يجوز المسح عليه، سواء كان الظاهر قليلا أو كثيرا، فحش أو لم يفحش كما مر معنا قبل قليل. قوله بعد الحدث لأن بعد الحدث تبتدئ المدة، وأما قبل الحدث فقد مر معنا أنه لا أثر له. قال وقبل انقضاء المدة، أي حتى قبل انقضاء المدة، لأنه لو انقضت المدة قبل ذلك فإن الانتهاء يكون بالانقضاء قبل ظهور القدم. قال أو رأسه، بدأ يتكلم الأمر الثاني للعمامة، أن من ظهر رأسه وفحش فيه، انتبه هنا قوله وفحش فيه الضمير يعود للرأس فقط دون القدم، فالقدم لا ينظر فيه للفحش فيما ظهر لما ظهر منه. قوله ثم ظهر فيه أي مما ظهر من الرأس، لأن جرت العادة أن الإنسان قد يحك رأسه أو يحرك عمامته فيظهر بعضها فيعفى عن هذا اليسير. قال أو انتقض بعض عمامته، يعني انحلت بعض العمامة. وقد قال القاضي أبو يعلى ومشى عليه كثير من المتأخرين أنه ولو انحل كور أو دائرة من دوائرها، يعني لو انحل كور واحد أو دائرة من دوائرها لم يصح المسح عليها، لأنه أقل ما يسمى حل للعمامة أو انتقاضا لها. قال أو انقطع دم مستحاضة، إذا انقطع دم المستحاضة فإنه بهذه تكون حينئذ لزمها الوضوء فتنقطع حينئذ طهارتها، فيلزمها أن تستأنف طهارة جديدة. ما السبب؟ نقول لأن المستحاضة وضوءها هذا مبيح لصلاتها إلى انتهاء الوقت، فلما انقطع دمها سواء كانت لابسة للخف أو ليست لابسة للخف فإنه بعد ذلك يلزمها أن تستأنف وضوءا للصلاة التي بعدها، لأن الذي كان مبيحا قد ارتفع سببه. قال أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه كالرعاف وغيره، فإنه إذا انقطع هذا السلس وزال هذا الضرر الذي سبب له خروج الدم الكثير من جسده فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا ولا يستمر على وضوئه السابق ولو كان بمسح قدم. قال أو انقضت مدة مسح 3 أيام بليليهن أو يوم بليلتها ولو متطهرا أو في صلاة. قوله ولو متطهرا هذا إشارة للخلاف القوي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن انتهاء المدة لا ينقض الطهارة، فقوله ولو متطهرا أن انتهاء المدة لا ينقض الطهارة. ولذلك عندنا مسألتان، أن انتهاء المدة يتعلق بها حكمان ليس حكما واحدا. الحكم الأول الذي لا خلاف فيه في المذهب أن انتهاء المدة يمنع استمرار المسح على الخف إلا لعذر، عبرت لعذر خروجا لخلاف الشيخ تقي الدين في أنه يجوز زيادة عن 3 أيام لوجود الحاجة، لقصة عمر كما في الموطأ وغيره فاقا لمالك، وهو الأقرب يعني تقيدها بالحاجة لا مطلقا كما قال مالك. والحكم الثاني أن انتهاء المدة ينقض الطهارة، هذا الذي فيه خلاف وهو الذي قصده المصنف، أن انقضاء المدة هل ينقض الطهارة أم لا؟ مشهور المذهب نعم، والرواية الثانية أنه لا ينقض الطهارة. قال أو في صلاة، أي ولو كان في صلاة فإنه ينقض طهارته، استأنف الطهارة في جميع الأحكام السابقة وبطلت الصلاة التي حدث فيها أحد تلك الأسباب التي تقطع استمرار مدة المسح في أثنائه. نعم. وزوال جبيرة كخف، نعم قوله زوال جبيرة، الزوال الحقيقي أو الحكمي
الزوال الحقيقي بحلها، والحكم بزوال السبب المبيح لوضعها. قوله كخف أي كإزالة الخف، بناء عليه استأنف الطهارة، بناء عليه يعني سائر الأحكام المتعلقة بذلك. يستثنى من ذلك صورة واحدة، وذكر هذه الاستثناءات مفيدة لطالب العلم، وهو قضية الحدث الأكبر. أن الحدث الأكبر لا يغسل ما تحتها إذا أزالها، وهذا الذي جزم به ابن النجار في شرحه لمنتهى الإرادات، بينما الشيخ منصور في حاشيته رجح أنه إذا أزال الخف فإنه إذا أزال الجبيرة وكان قد مسح عليها لحدث أكبر فيلزمه استئناف الطهارة. وابن النجار بناها على عدم اشتراط الموالاة، ومنصور بناها على أن الطهارة إذا حكم أن الطهارة من الحدث الأكبر إذا حكم بارتفاع الحدث الأكبر والكلية فلا يرجع في تجزيء أبضاعه. نعم. وخروج قدم أو بعضه إلى ساق خف كخلعه. هذا اللي ذكرت لكم، إذا عرفت ما الفرق بين ساق الخف ومقره أو قراره فهمت هذه المسألة. فلو أن الرجل قد ارتفعت حتى وصل إلى الساق قال كخلعه. لماذا كخلعه؟ لأن الساق لا يشترط فيها ما يشترط في الخف، ولأن العادة لم تجري بأن المرأة يمشي بساق خفه، وإنما يمشي بقرار الخف. نعم. ولا مدخل لحائل في طهارة كبرى إلا الجبيرة. هذه واضحة جدا، كل من عليه حدث أكبر فيلزمه إزالة الحوائل من الخف والجورب والجرموق والعمامة والخمر، فلا يمسح عليها جميعا في الحدث الأكبر إلا الجبيرة، فإنه يجوز المسح عليها. والحديث الصريح في ذلك هو حديث جابر الذي روي عند الدارقطني وغيره. وامرأة كرجل في مسح غير العمامة. نعم. يقول إن المرأة تأخذ حكم الرجل في كل ما سبق إلا في شيء واحد وهو مسح العمامة، فإن المرأة لا تمسح على العمامة. نقول والرجل مثل المرأة في كل ما سبق إلا في المسح على الخف. فإن قال رجل فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخمار، فما المراد بهذا الحديث إن ثبت؟ نقول إن المراد بالخمار هو العمامة، فإذا نسبت للرجل فالمراد بها العمامة، لا أنه لبس خمارا، وإنما قد يتجوز بتسميته بالتسمية اللغوية لكونه قد خامر الرأس وغطاه فيسمى خمارا بذلك. ولذلك ذاك الحديث نفسه ورد بألفاظ فيكون من باب نقل الحديث بالمعنى. نكون بحمد الله أنهينا باب المسح على الحوائل في هذا اليوم، واعذروني إن كنت قد أطلت لكم لأن الدرس طويل، لكن لعل إن شاء الله الدرس القادم يكون أقصر بمشيئة الله عز وجل. نعم. هذا أخونا يقول ما حكم المسح على الشراب الذي يكون أسفله خفيفا من كثرة الاستعمال؟ يعني يذكر الأخوان لما كنا في الزاد أنا في الدرس لا أخالف في الغالب ما يذكره المصنف، لكن في الأسئلة نمشي على ما عليه فتوى كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى. بالنسبة على الشراب، المسح على الشراب إذا كان أسفله خفيفا فنقول إن كان يشوف ما تحته فيظهر اللون أو يظهر ما عليه من أثر فإنه على مشهور المذهب لا يصح المسح عليه. وأما على الرواية الثانية فيصح المسح عليه بشرط ألا يكون كبيرا، لأن بعض الناس يطلق يظن أن الرواية الثانية أنه يجوز المسح المخرق مطلقا، لا ليس صحيحا، بل لابد أن يكون ألا يكون الخرق كبيرا عادة، فليس كل خرق يعني يعفى عنه. هذه المسألة والخلاف فيها كما ذكرت لك، وغالب الفتوى وليس جميعها على الثاني، وإن كان الأحوط والأتم الأول ولا شك. أخونا يقول من شك في بقاء مدة المسح ثم مسح مع شكه ثم تبين بقاء المدة قالوا يصرح ألا يشكل عليه؟ أنهم قالوا، والله يا شيخ ما فهمت السؤال لأن الخط متداخل والنظارة ليست معي. هذا يقول حد عورة المرأة أمام المرأة، ستأتينا إن شاء الله بتفصيل إن شاء الله في الصلاة، لكن هو يقول إن ذكروا أنه من السرة إلى الركبة، هل مرادهم ما سوى ذلك يجوز أن تظهره المرأة لغيرها مطلقا؟ لا، لم يقولوا بذلك بل صرحوا به، بل قد نفى ابن عبد البر يعني نفيا صريحا أن هذا ليس مرادا، بل لا يقوله أحد، إنما مرادهم بذلك العورة المغلظة التي لا يجوز كشفها إلا عند الضرورة، وأما ما دون ذلك فيجوز، فالساق يجوز كشفها للحاجة
مثل العجل، وقد يظهر أعلى الصدر عند رضاعة المرأة، فهذا يعفى فيه. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز، سيأتي إن شاء الله تفصيلها في محله. هذا الخف الشفاف تقدم. كيف نجمع ما روي في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه مسجد في الظهر، والقاعدة لعله يقصد القاعدة أن النبي ما فهمت والله شيء، أكيد صلى الظهر، يعني هذه مسألة أخرى. يقول كيف يصححون الوضوء بمسح مع الشك، ولا يصححون وضوءين أحدهما طهور والآخر طاهر؟ هذه السؤال جيد، وقد استشكله الخلوتي ولم يجب عنه، لم يجد له جوابا. والجواب هو أن الفقهاء يفرقون بين الشك وبين الاختلاط، لأن قاعدة الشك تحتمل صورتين ذكرتها قبل، الشك بمعنى التردد في الوجود وعدمه، وبين التأكد من وجود أحد الوصفين مختلط بغيره، فالفرق بين الثنتين هذه تختلف. والتفريق بين القاعدتين هو الذي نبه له ابن القيم، وقال إن عدم التفريق بين الصورتين هي التي تسبب الإشكال عند كثير من الناس. نعم، هذا أخونا كلامه في محله، والإيراد الذي أورده الخلوتي ولم يجب عنه. ويقول إن الخلوتي من عادته أنه يورد إيرادات كثيرة واستشكالات كثيرة ولا يجيب عنها، ويشبهونه عند الشافعية بابن قاسم العبادي، فيقولون ابن قاسم العبادي في حواشيه وأكثر من حاشية يورد استشكالات ولا يجيب عنها. ولذلك أسباب، الله أعلم أي تلك الأسباب. وذلك لو أن رجلا عني بجمع الإيرادات التي أوردها الخلوتي وأجاب عنها، أظن أنه سيكون يعني أجاد إجادة تامة، بشرط أن يكون ضابطا لتفريقات، لأن غالبها في فروقات لم يجد لها فرقا، يقول ما الفرق، ابحث عن الفرق، فكان يقول أريد لك الإشكال وأنت ابحثه. يعني يقول قول رجل محنك، لا، هذا رجل محنك، هذا في الرأي ليس له تعلق بموضوعنا. يقول قول المصنف فلو خالف وفعل فبن صح وضوءه. نعم، هذه نفس المسألة السابقة التي وقفنا عندها، لعل نقف اليوم يطولنا عليكم، لعل نجعل الأسئلة هذه سأجعلها معي أقرأها الدرس القادم بإذن الله عز وجل. اعذروني التأخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.